مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انت حر. يوسف شاهين اسم طبعا غني عن التعريف، واسم بيمثل كل ما تحمله الثوره والتمرد والفكر الجديد والسينما المختلفه والشباب الدائم. يوسف شاهين ناظر مدرسه السينما المختلفه، طلع منها عدد كبير جدا من مخرجين وممثلين ومديرين تصوير وفي كل مجالات السينما المصرية. اكتر مخرج مصري اشترك في المهرجانات العالمية المهمة. شاهين مش مجرد اسم ولا مخرج متميز ومبدع، لكنه كان مفكر وفيلسوف عنده وجهة نظر وموقف بيعبر عنه، سواء من خلال الفيلم او سواء من خلال الحياة العامة. ولا ننسى اعتصام الفنانين في رفض القانون 103 اللي كان بقيادة يوسف شاهين. النهارده احنا بنمر بهذه المرحله التاريخيه الدقيقه اللي بتعيشها مصر، وبنفتقد كثيرا عبقريه يوسف شاهين السينمائيه، وبنفتقد افكاره، وبنفتقد افلامه، وبنفتقد مواقفه الواضحه الحادة. انا متخيل يوسف شاهين موجود دلوقتي وشاف المحاكمات الهزلية اللي بنشوفها دي، او شاف، بلاش نقول محاكمات هزلية، شاف الخطب الهزلية اللي بتتقال في المحاكمات، كان كتب سكوت حنهرج، سكوت حنكذب، سكوت حندلس، سكوت اي حاجة، بس كان هيبقى طول الوقت يوسف شاهين موجود وبقول رأيه. يوسف شاهين افلامه كانت بتنور لنا الضلمة اللي احنا عايشين فيها، وممكن تبقى بوابة امل لمرحلة جديدة. يعني النهاردة احنا بنفتقد وجود يوسف شاهين الجسدي، بس افلامه وافكاره تحلق كما كان يقول ابن رشد الافكار لها اجنحة. احنا معانا النهاردة مجموعة من تلامذة الاستاذ ومحبيه، انا من تلامذته من غير ما قابله، ومن محبيه زي الملايين، لكن النهاردة معانا ناس التصقوا بيه واشتغلوا معاه. معانا المنتج والموزع والصديق جابي خوري ابن شقيقة الاستاذ والمنتج المعروف طبعا، ومعانا المخرج الصديق اللي استضفناه هنا الاستاذ امير رمسيس، هو من تلامذة يوسف شاهين، ومعانا كمان المخرج عماد البهات برضو من تلامذة يوسف شاهين. وفي سهرتنا النهاردة معانا نجمة دخلت التمثيل والفن في مصر من بوابته الملكية، من عالم الأستاذ. أول مرة تمثل مع يوسف شاهين، يا هناها يا بختها. كانت بدايتها في مصر مع فيلم هي فوضى، ومن ساعتها ركبت قطر النجومية زي ما بيقولوا، وبتتنقل من نجاح لنجاح. الفنانة درة، فنانة درة، في ناس كده وشها حلو على الأعمال اللي بتشتغل فيها، فدرة كانت تميمة حظ لإنجاح اعمال تلفزيونيه وسينمائيه في السنين الاخيره. اشتركت في بطوله مسلسل خاص جدا مع يسرى وتامر حبيب، وكان بدايه نجاحها التلفزيوني، لكن بصمتها الكبيره كانت مع مسلسل العار اللي لعبت فيه دور سماح، وبعد كده عملت مسلسل الريان دور سميحه، وفي الزوجه الرابعه برضه، وكمان مسلسل ادم مع تامر حسني، وكملت نجاحها مع موجه حره ومزاج الخير، وكان نجاحها السنه دي في المسلسل اللي تخطى كل التوقعات وبيعتبروه واحد من افضل المسلسلات في تاريخ الانتاج التلفزيوني، سجن النساء. ده كله معانا النهارده، والفنانه والنجمه الجميله دره هتبقى معانا، هننهي بيها الحلقه. فاصل وبعده هيكون لنا وقفة أمام أهم الأخبار الثقافية والفنية في ساعة حرة. هنستنى مشاركتكم التلفزيونية على الأرقام اللي انتوا عارفينها، والاس ام اس والفيسبوك والتويتر والحاجات اللي انتوا كلها عارفينها. طبعا النهاردة ذكرى فض رابعة هنتكلم عنه، وكل حاجة عندنا حاجات كتير هنتكلم عنها النهاردة. استنونا بعد الفصل أو غير المحطة، انت حر. رجعنا لكم تاني، واخبار كتيره جدا جدا لازم نبتديها بذكرى فض رابعه والنهضه. الذكرى دي بتحمل مشاعر كتير بالتاكيد، يعني احنا في منتهى الحزن على الشباب الابرياء اللي اتلعب بدماغهم وراحوا ضحيه حشد وجنون قيادات الاخوان.
اللي ألقت بهم في وجه النار وتركتهم اليوم بتمر الذكرى الأولى لفضة رابعة والنهضة. الحقيقة احنا خلاص فات سنة وابتدينا دولة بنبنيها من أول وجديد، لأن في الثلاث سنين اللي فاتوا حصلت أشياء كثيرة جدا جدا وتحولت مصر إلى لا دولة. احنا دلوقتي في ظل بناء الدولة الجديدة محتاجين نعيد النظر في كثير من الأفكار ونراجع الأفكار دي. المراجعة مش عيب، لكن الإصرار على احتفاظ بأفكار متشددة هو الخطأ. على فكرة المتشددة لست أعني بها الإخوان فقط، ولكن أنا نفسي ممكن أبقى ليبرالي متشدد، أبقى زي الإخوان. فخلينا ناس نعرف نتحاور مع بعض، لأن الوقوع في جريمة التشدد في الأفكار كارثة، وبيؤدي في الآخر مش بس بيبقى تشدد، لكن مش تشدد ديني زي ما انا بقول، لكن ايضا تشدد سياسي وحالة من التجمد بتصل لحد التطرف. النهاردة كان في وزارة الثقافة متمثلة في سيادة الوزير الدكتور جبل عصفور ووزير الاوقاف، مدركين جيدا خطورة هذا التشدد. الوزيرين اجتمعوا لمناقشة كيفية التعاون بين الوزارتين كل في مجاله لمواجهة الفكر المتشدد من خلال علماء وزارة الاوقاف ومثقفي وزارة الثقافة. وانا يعني عايز اقف بس عند الحته دي، لان اعتقد ان هذا ليس الاجتماع الاول، ده الاجتماع مش بينهم هم شخصيا، يعني الاجتماعات من هذا النوع اللي بتناقش ازاي يا جماعه نحارب الفكر المتطرف، متهيألي بقالنا من ايام من ظهر حسن البنا سنه 28 لغايه دلوقتي حاجه بتاعت مثلا 2500 اجتماع لهذا السبب. هيتناقشوا ويتكلموا ويقولوا وكل واحد يروح لحاله، وانا متأكد من الكلام اللي انا بقوله لان دي مش اول مرة تحصل. الافكار المتطرفة ما تقدرش تقضي عليها غير لما تقضي على الجهل، ولما تقضي على الجهل وتقضي على الفقر وتقضي على الـ 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 الافكار الغريبة وتقضي على ويبقى في عدالة اجتماعية والناس ما تعيش في عشوائيات، الناس بتعيش في عشوائيات بتكفر بمعنى الدين اصلا، فما بالك مش هتكفر اكيد براجل بيكلمها عن الدين. فاحنا يعني لازم يبقى في نوع مختلف تماما من التفكير. اذا كنا عايزين نقضي على التطرف خلينا يبقى عندنا مليون مسرح وعندنا مليون فيلم وعندنا مليون قصر ثقافة وعندنا ناس بتتكلم وعندنا مسرح في الشارع، هو ده السبيل الوحيد ان انت تقضي على التطرف. لكن هتقولي نجتمع ونقول وكل ده مش هيحصل. عموما احنا معانا مداخلة تليفونية مع الكاتب الكبير الدكتور محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب، وانا طبعا بسعد بوجوده معانا وبآرائه المستنيرة اللي انا بقراها كل يوم في الجورنال اللي بيكتب فيه وفي مقابلاتنا. الدكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ازاي سعادتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. حضرتك يعني اللقاء اللي حصل النهاردة بين وزير الثقافة ووزير الاوقاف، مش حضرتك شايف ان اللقاءات اللي من النوع ده لمحاربة الفكر المتطرف حصل زيها كتير قبل كده؟ هي المسألة الحقيقة مش لقاءات، انما يعني مطلوب استراتيجية واضحة. تمام. لانه احنا بنحارب مظاهر فكر معين وما بنحاربش الفكر نفسه. لمدى يعني عشرات السنوات اللي فاتت كنا بنحارب الارهاب دون ان نحارب اسباب الارهاب. تمام. اسباب الارهاب واسباب العنف هو الفكر المتطرف، والفكر لا يحارب إلا بالفكر، والحكومات المتتالية ما كانتش بتحارب الفكر لأنه الفكر يتطلب أنه المثقفين هم اللي يتصدوا لهذا الفكر، والمثقفين زي ما حضرتك عارف خلال العقود الماضية كلها كان في يعني خطة لتهميشهم والإبعادهم عن الساحة العامة، فما فضلش غير الأمن يحاربوا به التطرف، وبالتالي لم يتم القضاء على التطرف. تمام. تم محاربة أو التصدي لمظاهر التطرف وهي العنف والإرهاب فقط. تمام. ومرة بنتصدى له ومرة ما بننجحش في التصدي له، لكن تظل المشكلة قائمة وهي هذا الفكر الذي لا يحارب إلا بالفكر المناقض له، وهو الثقافة والانفتاح على العالم والعلم والحداثة كل هذه الأشياء اللي طبعا هذا الفكر بيقف ضدها وبيعتبرها غير مرغوب فيها.
دكتور محمد، شايف حضرتك ان مثلا فترة الستينيات كان في طبعا مواجهات امنية، احنا عارفين الكلام ده وبتاع، لكن كان برضو الحالة العامة الثقافية كانت حالة تدعو لمحاربة هذا الفكر، في مسرح محترم، في سينما محترمة، في كتاب كبار. حضرتك شايف ان هل ده كان السبب في انحصار الفكر المتطرف في فترة الستينيات؟ ما فيش شك، لانه في فترة الستينات كان في استخدام للامن في التصدي لمظاهر هذا الفكر، لكن كان في ايضا محاولة لتقديم فكر بديل يشغل الناس ويلهب خيالهم، وكان في اطار ده كله كان في مشروع قومي كبير في كامل من المواطنين نشأ على حلم العدالة الاجتماعية والوحدة العربية والتحرر والاستقلال والمكانة الدولية. كل دي أفكار كانت وسياسات كانت بتشكل منظومة عامة في إطارها أصبح هذا الفكر يعني ملوش معنى ولا جدوى. لما أنا بتكلم على تحرير فلسطين وعلى عدم انحياز وعلى دور قيادي لمصر في العالم الثالث، أما تيجي تقول لي بقى لازم تخش التواليت بالرجل الشمال وتاكل مش عارف بإيدك اليمين والإيد الشمال، محدش هيسمع له. ده فكر يعني ملوش مجال خالص، واخد بالك؟ تمام. إنما مع غياب هذا المشروع القومي، مع غياب هذه المبادئ والمسل الكبرى، أصبح هناك جدوى ومعنى لهذه الأفكار المتطرفة والتي تغالي في مظاهر الدين وتفقد معناه الحقيقي. طب دكتور، ده بقى زي ما قلت لحضرتك، تهميش لدور المثقفين اللي حضرتك بتتكلم عنهم وبتقول على عملوا حركة مسرحية كبيرة، عملوا نهضة ثقافية، والفنان بقى له مكانة معينة في المجتمع، وبقى في لقب فنان الشعب، وبقى رئيس الجمهورية يقلد الفنانين والمفكرين والكتاب القلادات، وكان هناك عيدا للعلم يا دكتور. عيد للعلم وعيد للفن والثقافة، وكان رئيس الجمهورية شخصيا يعني أعلى رأس في الدولة هي التي تقوم وترعى هذا العيد، وبالتالي كان في اهتمام بالثقافة يجعل من هذا الفكر المتخلف يعني محصورا ومنحسرا. تمام يا دكتور. طب حضرتك مش شايف يعني بوادر لعودة المشروعات الكبرى، زي مثلا زي افتتاح قناة السويس او حفر قناة السويس جديدة، الاتجاه الى الاتحاد السوفيتي لمحاولة عمل توازن استراتيجي بين امريكا وروسيا كما كان يحدث من قبل، مش شايف حضرتك ان دي بداية لتغير في منهج التفكير اللي كان سائد من 40 سنة؟ والله انا شايف طبعا انه دي بداية واضحة لهذا الاطار العام اللي من خلاله ممكن يبقى فيه دور للثقافة، وشايف انه فيه اهتمام وان كان يعني ما زال حذرا و يعني خجولا بعض الشيء، انما فيه اهتمام بالثقافة. لأول مرة بأجد رئيس جمهورية بيعلن في بيانه الـ يعني في برنامجه السياسي جزء خاص بالثقافة لم يطالبه به أحد. يعني الخطاب اللي قدمه الرئيس السيسي في عيد تنصيبه أو في مناسبة تنصيبه، أيوة، كان في حرص أنه يبقى في جزء عن الثقافة وأهمية الثقافة، ودي أول مرة الحقيقة بلاقي في برنامج لرئيس جمهورية مثل هذا الاهتمام بالثقافة. دي كلها حقيقة بوادر ممكن تقول أن احنا قد نكون على أعتاب مرحلة جديدة نستطيع أن نواجه بها هذا التخلف اللي بيشدنا الورا الحقيقة. طب حضرتك شايف الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة يعني ما يأخذه من خطوات دلوقتي متماشي مع الامل اللي ابتدى على حضرتك بتتكلم عليه وبنتكلم عليه، او مع الخطاب الذي يعني وجهه رئيس الجمهورية في اول خطاب التنصيب، هل ده متماشي مع ما يفعله الدكتور جابر عصفور ولا اقل ولا اكتر؟ لا، ما هو لما بيبقى الإطار العام بهذا الشكل وزير الثقافة بيبقى قدامه مجال حقيقة مفتوح إنه يعمل بيه. وطبعا فكرة إنه هو ينفتح على الأزهر
دي فكره جيده جدا، وتمت الحقيقه خلال بعد الثوره باكثر من مناسبه. تمام. مرات بمبادرات من المثقفين، ومرات اكثر الحقيقه بمبادرات من الازهر نفسه. من فضيله الشيخ احمد الطيب. بالظبط. وعملنا وثيقه الحريات الاربعه اللي خرجت من الازهر، وفيها نص على حريه التعبير وحريه الصحافه وحريه البحث العلمي وحريه الابداع الادبي والفني. فان يصدر الازهر مثل هذه الوثيقه بالتعاون مع المثقفين، ده كانت خطوه جيده. والدكتور جابر عصفور كان يعني فاعل في هذا، والنهارده لما هو بينفتح على الازهر اعتقد انه هذه علاقه صحيه. يجب يعني الكوبري ده يجب ان يكون ذو اتجاهين، يجب ان تصب افكار الثقافه في الازهر والعكس صحيح. دكتور حضرتك انت عارف، معلش احنا هنطول على حضرتك، لكن دلوقتي حضرتك شايف بيتعمل مجلس اعلى للاعلام، او المجلس الوطني للاعلام لوضع ضوابط ومحاسبه ومراقبه، شايف حضرتك ان دي خطوه مهمه في هذا التوقيت؟ واذا تشكل يتشكل من وجهه نظر حضرتك كمثقف كبير يعني. هو طبعا دي ده مطلب ونص دستوري صريح، لانه الدستور لا يطالب بوزاره للاعلام، انما بيطالب بانه يكون في هذا المجلس الوطني، ولكن الدستور نص على ان يكون مستقلا. تمام. ففكره اللي بينادي بيها البعض ان الحكومه تشكل هذا المجلس، دي طبعا فكره غير دستوريه، لانه اذا الحكومه شكلته مش هيبقى مستقل. لكن يجب ان يصدر قانون بتشكيله ينص على عضويته، ان يكون في مثلا رؤساء القنوات المختلفة او المسؤولين فيها عن التوجيه والاستراتيجية السياسية، يكون في مثلا رئيس التلفزيون، يكون في عدد من الشخصيات العامة كنص في القانون. مين بقى اللي يجي اللي يصادف ان هو يكون رئيس هذه القناة مثلا؟ تمام. لكن ما يبقاش ناس معينة من قبل الحكومة، فيبقوا انهم مسؤولين الحكومة يعني. بالظبط كده. دكتور الشيء الحقيقه بالنسبه للمجلس الوطني للصحافه ايضا. ايوه. اللي برضه هيبقى له نفس المهمه ولكن في مجال الصحافه. يا دكتور احنا بنشكر حضرتك على هذه المداخله الكريمه، حضرتك نورتنا بارائك القيمه، متشكرين جدا جدا. الخبر الثاني اللي معانا، الشاعر الكبير احمد عبد المعطي الجازي تقدم باستقالته من مناصبه بوزاره الثقافه والمتمثلة في عضويته للمجلس الأعلى للثقافة ورئاسة بيت الشعر، وعضويته أيضا في مجلس إدارة دار الكتب. وقال في نص استقالته التي قدمها لوزير الثقافة: لقد راجعت ما حدث في الاجتماع الذي دعينا له في 3 أغسطس، ونوقشت فيه مسألة مجلات وزارة الثقافة، وبدأ ببيان سريع قدمه الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن تراجع توزيع هذه المجلات، وبناء عليه عبرتم عن الاتجاه لتعيين رؤساء تحرير جدد لهذه المجلات، ومنها مجلة إبداع التي أرأس تحريرها. وأضاف حجازي: كنت قد طلبت منكم في لقاء سابق كما طلبت من الوزير الذي شغل المنصب قبلكم أن تعود إبداع للصدور شهريا كما كانت، لأنها منبر للإبداع الأدبي والفني، ولأن الصدور فصليا يتفق أكثر مع المجلات المختصة بنشر الأبحاث والدراسات، وصارحتكم بأن الاستجابة لهذا الطلب شرط لبقائي في رئاسة التحرير، ثم فوجئت بالقرار الذي يبدو أنكم اتخذتموه حتى قبل أن يتم الاجتماع دون بحث عن الأسباب التي تؤدي إلى تراجع التوزيع، وهي ليست دائما مسؤولية التحرير وعده، بل موزعة ما بين الطباعة والتوزيع والإعلان. وقال حجازي: ولا شك أن الوزارة لها الحق في تغيير رؤساء التحرير، لكني كنت أفضل أن يتم هذا بناء على تقرير موضوعية تستفيد منها المجلات وتراعى فيها الأصول التي يجب أن تراعى في التعامل بين الوزارة وبين المثقفين المصريين. يعني هو الراجل ببساطة بيقول أن هم اجتمعوا وقالوا أنه في تراجع في التوزيع. هو بيقول ان التراجع ده مش سببه بس لا الموضوعات ولا سياسه التحرير، لكن الطباعه ممكن تبقى سبب، ان المجله تصدر بشكل فصلي، يعني مثلا 4 صيف
شتاء ربيع خريف، وبيقول ان الحاجات اللي بتصدر بالشكل ده هي مجلات علميه، لما يبقى يلاقوا بحث علمي او يلاقوا حاجه جديده في العلم تصدر، لكن الابداع يجب ان يكون كل شهر مجله. هو راجل وجهه نظره سليمه تماما، وهو يعني كان يتمنى ان يتم الاستجابه، هو قال لو لم يتم الاستجابه لطلبه هو هيستقيل. طبعا احنا بنتمنى من وزير الثقافه إعادة النظر في الاستقالة، لأن خبرة شاعر كبير مثل أحمد عبد الناطح حجازي مهمة وإحنا بحاجة إليها، ويجب وضع هذه الخبرة والقامة الأدبية الكبيرة في مكانها الصحيح للاستفادة منها. مش لازم على فكرة يبقى رئيس تحرير يا جماعة، لأن إحنا يعني إحنا مع تغيير الكراسي ومع تغيير المناصب ومش عايزين حد يفضل موجود طول الوقت لازق ما بيمشيش، لكن في نفس الوقت نحب لما شاعر كبير بحجم أحمد عبد الناطح حجازي يمشي بشكل محترم ومكرم، ويمشي وهو مش غضبان، لانه ممكن يبقى مستشار لرئيس التحرير، ممكن ترجعوا له بحيث ان ما يحصلش قطيعه والراجل يمشي ويبقى بينه وبين مجله ابداع غصه في الحلق وفي القلب. مش عايزين الكلام ده يحصل، وعايزين الامور تمشي بشكل اسهل من كده. هنيجي الابداع بقى من نوع تاني. الابداع على فكره يا جماعه مش بس مزيكا وفن وسينما، الابداع في الفكر، انك تفكر بره الصندوق، تفكر بشكل مختلف كثير من الناس ما بيفكروش بيه. سيادة المستشار مرتضى منصور قرر ان احمد حسام ميدو يمسك رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، والحقيقة انا عاجبني جدا الفكر ده نفسه. احمد حسام ميدو سافر وسنه 16 سنة والتحق بمدرسة الناشئين في اياكس امستردام، واتدرب على ايدين اعظم المدربين في العالم، وبالتالي يملك ما يستطيع ان ينقله للناشئين في الزمالك، ونفسي ده يحصل في النادي الاهلي. يعني مفيش اي مشكله ان اللي يمسك قطاع الناشئين في النادي الاهلي حد برضه شاب بره وتقابل مع ناس بره، لان المشكله عندنا ان احنا عندنا اللعيبه هم في السن الصغير بيبقوا في منتهى الموهبه، ولغايه ما بيطلعوا يكبروا عن كده بيفقدوا كل المواهب اللي كنا بنشوفها قبل كده، لان هم لا اتمرنوا على الجديه ولا اتمرنوا على انهم يجاهدوا من اجل بطولات. علشان كده يعني احنا هنا في كاس العالم للناشئين لعب عندنا انيستا ولعب عندنا رونالدو، كل دول كانوا ناشئين وكنا بنعرف نجاريهم وبنلعب قصادهم، بعد كده شوف دول بقوا فين ولاعبتنا بقوا فين. فانا شايف ان ده ابداع وتفكير بره الصندوق، بشكر عليه المستشار مرتضى منصور، واتمنى ان ميدو ينجح في هذه المهمه. ده نوع من انواع الابداع، يعني نتمنى انه يبقى موجود في كل المجالات. حاجة تانية بقى، اللجنة العليا لمونديال القاهرة لإذاعة والتلفزيون غيرت موعد إقامة المونديال من 14 ل 18 من 14 ل 18 يعني هي كانت من 14 نوفمبر ل 18، فتحولت من 19 ل 24 نوفمبر المقبل، عشان ده هيتزامن مع تاريخ يعني يوم 18 تاريخ ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وبالتالي ما ينفعش يبقى يوم الافتتاح هو يوم الختام. واتفقت لجنة على ان تقام فعاليات لافتتاح المونديال يوم 19 تحت سفح الهرم. على فكرة بمناسبة سفح الهرم، انا ما حدش كلمني لحد من وزارة السياحة ولا وزير السياحة على المبادرة اللي اتكلم عنها الدكتور امبارح، اللي اتكلم من امريكا مخصوص وتعب قلبه واتكلم مخصوص عشان يقول يا جماعة في برنامج عالمي احنا جايبينه والدنيا كلها هتتفرج عليه تحت سفح الهرم. يعني نتمنى ان الناس ما نبقاش احنا بندم في مالطا او بنحرس في البحر، ونتمنى ان احنا لما نبقى بنقول نتمنى حد من وزارة السياحة يرد علينا يبقى فعلا يرد علينا، يا اما يعني احنا مش هنزهق ولا هنتعب من ان احنا نقعد نتكلم ونتكلم لغاية ما الناس تسمعنا. يوم 20 تحت سفح الهرم هيتعمل انشودة تضامن مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني، وسيقام فعالياته في مجمع الاديان بمصر القديمة. هيقام يوم 21 نوفمبر منتدى الاعلام والاستثمار في فندق موفنبيك، وفي يوم 22 نوفمبر مهرجان الاغنية العربية في حديقة الاندلس، وفي يوم 23 نوفمبر حملة خلي بالك على بلادك، واخيرا حفل الختام يوم 24 زي ما قلنا هيقام عن سفح الهرم ايضا زي الافتتاح. والحقيقة انا في منتهى السعادة، مصر بترجع مهرجانات اذاعة وتلفزيون ومسابقات ومهرجان اغنية ومهرجان سينما ومهرجان في اسكندرية ومهرجان مسرح. يا جماعة ده اللي بيحارب التطرف، واللي بيحارب التطرف كمان ان السنة دي عملناه في الهرم، السنة الجاية نعمله في الاقصر، والسنة اللي بعديها نعمله في المنيا، وعندنا هناك اثار تل العمارنة، عندنا اثار في كل حتة في مصر. يعني لو عايزين نعمل احتفالية مش لازم بس الهرم، نعملها في اي حتة.
وانا يعني هذا الاقتراح انا هقدمه دلوقتي في مداخلة مع الصديق الدكتور ابراهيم ابو ذكري مؤسس المهرجان ورئيس اللجنة العليا ورئيس اتحاد المنتجين العرب. استاذ ابراهيم. يا استاذ مدحت منور الدنيا. الله يخليك منور بوجودك يا استاذ. اولا مبروك. يا حبيبي انت ربنا يبارك لك يا حبيبي. ويعني احنا انت مش عارفين نودي جمالك فين. لا العفو يا استاذنا. ده يعني ده احنا اللي نودي جمالك فين. المجهود اللي بتعمله واصرارك على ان يبقى الفن موجود وان انت تجمع لنا العرب وتجيبهم لغايه هنا على راسنا من فوق، دي حاجه بتسعدنا وبتشرفنا وبتحسسنا ان الحلم العربي اللي حلمناه على الاقل في جزء منه بيتحقق. يا ربنا يخليك يا استاذ مدحت. بص يا دكتور. اتفضل يا فندم. انا كنت اقترحت دلوقتي وانا بقول حضرتك سمعتني ان هو السنه دي اتعمل تحت سقف الهرم، ليه السنه الجايه ما يبقاش موجود مثلا في اثار في المنيا وفي اثار في اسيوط وسوهاج وفي قنا وفي كل حته، بحيث ان احنا اهالينا في الصعيد برضو ما يحسوش ان هم مهمشين ويحسوا طول الوقت ان هم مشتركين معانا في هذه الفعاليات. هو الحقيقه انت يعني فكرك دايما سباق لصالح مصر. الله يخليك. ومن حبك لمصر فدايما افكارك الحقيقه يعني بتسعدنا. ومع ذلك اللجنه العليا لما احنا اجتمعنا وكنا مع الاخوان وكان معانا الاستاذ محمود عبد الوهاب ممثلا للوزير هشام زعزوع، وانا الحقيقه في بدايه الكلمه قلت لهم يا جماعه السنه دي انا مقدم نموذج صغير زي الماكيت كده صغير لشهر كامل لمهرجان مونديال للقاهره كبير جدا يتفرج عليه الوزير. اتمنى السنه دي يكون تحت رعايه المشير السيسي، وبنقدم المشروع لرئيس الوزراء على اساس ان يكون مده هذا المهرجان بالكامل شهر في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. بخصوص احنا النهارده عملنا له، قلت له على اساس ده مش مهرجان عادي بقى، سبب اديتك انا النهارده نموذج صغير من مهرجان تلفزيون موجود جواه، معرض للتلفزيون، معرض للصناعات الصغيره للصناعات المغذيه لصناعه التلفزيون، منتدى يكون على اعلى مستوى. السنه دي اقترحت على اساس ان هو اسمه لانه سياحه واستثمار وثقافه، يبقى على الاقل الثلاث وزراء اللي موجودين اللي هم عندنا دلوقتي وزير السياحه ووزير الثقافه ووزير الاستثمار هم اللي يبقوا موجودين في المنتدى، ونجيب مقابل ليهم ثلاثه على نفس المستوى من العالم العربي على اساس يكون اكبر منتدى دائما ودائر بشكل مباشر، وينبثق عنه عدد كبير جدا من الورش والفاعليات طوال السنه، ويجي سنه في ميعاد المنتدى اللي هو هيبقى شهر كامل ده هيكون في نوعيات اخرى وخدمات اخرى، ويطلع من عندها مشاريع يعني تبقى يعني احنا بنفكر ازاي تكون زي ما احنا فكرنا قبل كده في المنتدى المحاكم الاقتصاديه واشتغلنا عليها لغايه ما نشات المحاكم الاقتصاديه. السنه دي احنا بنفكر مثلا عاوزين نعمل محاكم اعلاميه على اساس ان احنا ندخل فيها التخصصات الموجوده، يبقى معروف الناس اللي بتشتغل في التلفزيون، الناس بتشتغل في السينما، الناس بتشتغل في المسرح. في بعض المشاكل اللي موجوده الداتا تبقى موجوده عند يعني في عدد كبير جدا في المنتدى. نيجي بقى على المناسبات القوميه. السنه دي احنا خدنا نموذج لاعلان ياسر عرفات في الجزائر سنه 88 اعلن قيام الدوله الفلسطينيه. الحقيقه المناسبه دي بتبقى عزيزه على قلوب الفلسطينيين وقلوب العالم العربي كله على اساس ان احنا سميناها الامل المنشود. أمين. الامل المنشود في العالم العربي ان فلسطين ترجع وان تكون دوله والاخر. فبنعمل احتفاليات كده مرتبين مع ابو مازن ومرتبين مع المكتب ابو مازن ومرتبين مع اتحاد المنتجين الفلسطينيين واتحاد الكتاب الفلسطينيين واتحاد المحامين الفلسطينيين، وبنعمل يوم اعتقد لما نبقى نعمل مثلا بعد كده دورات ممكن تبقى اكثر من يوم وهكذا. وعندنا اكبر حمله موجوده النهارده اللي هي حمله خلي بالك على حمله خلي بالك على بلادك. الحمد لله ان هي في مصر النهارده موجوده، عملنا في العاشر من رمضان داخل فيها حوالي يمكن حاجه و30 شركه، وعملنا اغنيه مدحت صالح عمل اغنيه لاحد مره دوريا مطور ده اللي هي اصلا عملها مدحت صالح عملناها امبارح وبتتذاع دلوقتي من مبادره من الـ من الـ من الـ القائمين على الحمله في العاشر من رمضان، وجماعه برضو الاتحاد المستثمرين او نقابه المستثمرين في 6 اكتوبر برضو بتعمل مشروع
اطلقنا الحمله في خلي بالك على بلادك في دمياط وفي اسكندريه وفي البحيره. واحنا هنشتغل على طول باذن الله. ده بالنسبه لمصر. وبالنسبه للعالم العربي اطلقت في بغداد خلي بالك على عراقك. واشتغلت نفس الاتحاد ونفس الطقم بتاعنا اللي اشتغل في العراق وفي الكويت عملوها اخد بالك من وطنك. وعملوها والديوان الاميري والامير الكويت دعم هذه الحمله وبيشتغلوا فيها بشكل كويس. اتعملت في اكثر من دوله، اتعملت في رام الله واتعملت في عمان. فاعتقد ان المساله ديت هيبقى مشروع قومي كبير. وانا قلت لهم يا جماعه ده اهداء مننا ومن العرب لمصر بحيث ان يبقى مشروع كبير، يبقى شهر واحد زي مستواه زي اللي هو مثلا بيسموه مهرجان التسويق التسوق. مهرجان التسوق اللي بيحصل في دبي نعتبره زي مونديال كاس العالم كده بس اذاعه وتلفزيون. بالظبط كده يا دكتور. دي كانت الفكره دي. واتمنى انه طبعا المشروع النهارده احنا كتبناه خلاص لان اجتمعنا مع الجماعه بتوع السياحه وكتبناه كله ان شاء الله باذن الله وهيتعرض على كده. وبعتنا للرئاسه وبعتنا لرئاسه الوزراء على اساس المشروع ده موجود. التمويل اللي موجود عندنا في العالم العربي ولتغذيه هذا الموضوع حاضره. المفكرين الناس اللي المفكرين في العرب والمؤسسات العربيه في الاستثمار والمستثمرين العرب موجودين وبيشتغلوا وجم. وكان الاجتماع بتاع اللجنه العليا اللي موجود الحقيقه ما كناش طرف مصري بس، كان موجود ناس من الكويت، كان موجود من فلسطين، كان موجود من سوريا، كان موجود من الاردن، كان موجود من اكثر من دوله في اللجنه العليا. فما بالك بقى ان شاء الله باذن الله هيكون السنه دي زخم عربي. اعتقد هيبقى في اكثر من مكان وهيبقى اكثر من اوتيل في الست ايام اللي احنا هنطلق فيهم المونديال. ربنا يوفقك يا استاذ ابراهيم وان شاء الله شهر ناجح ومونديال اعلامي ناجح ان شاء الله. البركه فيك يا دكتور مضحك. ويعني انا طالب منك يعني التدعيم. لا يا فندم ده احنا يعني تحت امرك واي جهد في سبيل مصر والعالم العربي انت تعلم تماما. احنا جنود وراك. احنا جنود وراك. العدل الفنانين والطقم ده كله لا يقصر في مصر ابدا. الله يخليك يا استاذ ابراهيم الف مبروك. ربنا يتمم بخير ان شاء الله ويطلع مونديال رائع ويتكرر كمان مره كل سنه يتعمل في محافظه من محافظات مصر ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم وتعيش يا دكتور. الله يخليك يا استاذ. دكتور احمد خالد توفيق طبيب واديب مصري بيعتبر اول كاتب عربي في مجال ادب الرعب والاشهر في مجال ادب الشباب والفانتزي والخيال العلمي. اصدر مجموعه قصصيه جديده باسم الهول ولا الهول انا مش عارف هي الهول. الهول بمعنى الخوف. يا للهول زي ما كان يوسف شاهين بيقول. وفي بيت السناري كان في حفل توقيع المجموعه القصصيه بحضور الدكتور خالد توفيق وجمهوره من الشباب. هنشوف تقريرنا التالي عن المجموعه القصصيه الجديده للدكتور خالد وبعده فاصل هنستكمل فقرتنا ساعه حره. انت حر تغير المحطه او ما تغيرهاش. ثقافي تاريخي أقام الكاتب أحمد خالد توفيق ندوة في بيت السناري بالسيدة زينب عشان يتكلم عن أحدث إصداراته وهو كتاب الهول. كلها بتدور حوالين الرعب بكذا شكل له، يعني سواء الرعب اللي قادم من عالم آخر، الرعب اللي استعانى بدكتور بيعالج بطريقة غريبة جدا الناس بحيث أنه بيتحولهم لمسوخ، الرعب مثلا برنامج غريب جدا في اللحظه اللي هفقد ثقتي فيه في وجود الشباب يبقى ده ممكن اهاجر ممكن اموت كده. احب اقول لهم ان انتوا انقى عنصر في الامه حاليا. كانت في روايه عجبتني قوي اللي هي بتاعت ساق البامبو بتاع دي كاتب سعودي الحقيقه انبهرت بيها قوي. الندوه لاقت استحسان الشباب اللي تفاعلوا مع الكاتب احمد توفيق وكمان طرحوا عليه مجموعه كبيره من الاسئله اللي بتدور في دماغهم. ندوة طبعا جميلة وزي ما هو متوقع في كل ندوات دكتور أحمد لازم تلاقي الناس فوق بعضها. ده طبيعي لأن هو يعتبر الأب الروحي لجيل الشباب كله مش بس الكتاب، يعني كل الشباب بيحبوا يقروا له بسبب أسلوبه. لا دكتور أحمد أصلا يعني آراءه معظمها بيعجبني، يعني لأن أنا متابع ليه من فوق ال 15 سنة دلوقتي. بيحاول حتى في المقالات بتاعته هو بيكتب في أكتر من مكان دايما بيحاول إن هو يظبط المفاهيم عندنا كإحنا جيل شباب. بيقول لنا مين العدو بتاعكم، مين الصديق بتاعكم، إزاي ما تشغلوا عقلكم ما تصدقوش كل حاجه بتيجي من اي حته. ندوة اكيد في ناس كتير استفادت لان اصلا دكتور احمد خالد توفيق ليه جمهور كبير وطبعا كتاباته كل الناس عارفاها، والجانب كمان هو اساسا يعتبر طالع من تحت ايده كتاب
كتير دلوقتي موجودين على الساحة يعني، فهو أكيد الندوة كانت مميزة وفي استفادة كبيرة طبعا، إلى جانب كمان الأسئلة اللي حصلت جوه. الدكتور أحمد خالد توفيق مدرسة، فأنا بعتبره مدرسة في أدب الرعب، ليه طريقة ساخرة طبعا وبتبقى في سياق الرعب برضو يعني، ما بتبقاش هزلية قوي، دي اللي بتميزه. دكتور أحمد خالد دايما بيسبق الواقع بتاعه، لو شفنا رواية يوتوبيا أو رواية السنجة وهو من أواخر الناس اللي بقي لنا لسه حريص على التواصل مع الشباب، حريص على التواصل مع صغار المثقفين أو الشباب المثقفين. لو ما كانش شجاع إن هو يقول الحقيقة فما بيقولش حاجة غلط، ودي حاجة بتميزه عن ناس كتير، ما بيكتبش اللي هيتباع وما بيكتبش اللي هيقاله إن شاء على قد بيكتب اللي هو مقتنع بيه واللي هو مؤمن بيه، يعني هو متصق مع نفسه جدا في كتاباته. الثقافة بتغذي العقل، وخصوصا لما بيكون اللي بيوصل لك المعلومة شخص أنت مؤمن بأفكاره، وده اللي خلى الكاتب أحمد توفيق يوصل للشباب بسرعة وأفكاره بتوصل لهم أسرع. ندى رضا، انتحر. رجعنا لكم تاني، ولفت نظرنا كده قريب ان الشركة الامريكية المنتجة لعلاج فيروس سي فجأة حنت علينا وقررت ان هي تدي لي وزارة الصحة، هو تمنه في امريكا اعتقد 13,000 دولار، فقررت ان هي تدي لمصر ب1,000 دولار. بالحقيقة احنا بنجري وراء هذا العلاج بقالنا مدة طويلة جدا، وامريكا والشركة اللي بتنتجه رفضت تدهولنا، لكن الحقيقة فجأة البوم حن علينا وقرروا ان هم يدونا الدواء بهذا السعر، وفي نفس الوقت خفت كل صوت كان بيتكلم على علاج مصر الفيروس سي والايدز وبتاع، بعد طبعا الموضوع المؤتمر الصحفي الغريب اللي كانت عمل ده، والناس طلعت قالت ان العلاج الجهاز اللي بيكتشفوا بيه الفيروس هو جهاز مظبوط 100%. وانا سألت اساتذتي انا شخصيا وقالوا لي ان اكتشاف الفيروس سليم 100%، العلاج لسه مش عارفين ايه، لازم يعني لم يأخذ الخطوات العلمية عشان نقول هو سليم ولا مش سليم. انا عايز اعرف التزامن بين خفوت العلاج المصري وظهور العلاج الامريكي في هذا التوقيت، هل ده من قبيل المصادفة ولا ده موضوع له علاقة بحرب الشركات الادوية طبعا المرعبة في العالم كله، بتصرف مليارات وبعض الحين بتخترع فيروس عشان تخترع له دواء عشان تكسب فلوس. انا معايا طبعا الاستاذ الدكتور يحيى الشاذلي، هو استاذي انا شخصيا ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب عين شمس. اهلا يا دكتور. الو، اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ازيك، وحشني يا دكتور. والله وانت مدحت اوي. الله يخليك يا دكتور. قول لنا ايه حكاية يعني التزامن الغريب ده بين الدواء الامريكي، ليه فجأة البوم حن علينا كده وافتكرونا؟ طيب اولا هم مش فجأة حنوا علينا وافتكرونا، تمام. المباحثات في هذا الدواء تجري ما بين اللجنة القومية للفيروسات الكبدية وما بين الشركات المنتجة لهذه الادوية منذ اكثر من عام، تمام. وكنا حاطين استراتيجي ان احنا السعر بتاع الدواء ده كان فوق الخيال، مش ممكن حد يستخدمه ولا حتى في الدول المتقدمة، لان العلبة الواحدة اللي هي في الشهر بتتكلف حوالي 28,000 دولار، يعني القرص حوالي 1,000 دولار. وبالتالي انت بتتكلم في حاجة مش ممكن تتنفس في مصر، مش ممكن، كانت من الخيال يعني. احنا الافكار اللي كنا حاطينها للمناقشة معاهم لم نكن نتخيل ان احنا هناخد الرقم ده، احنا كنا بنقول هينقصولنا 30% 40% 50%، وهيحطوا شروط رهيبة بحيث انهم يبقوا مثلا نعالج عدد معين في السنة، ما ناخدش ادوية من شركات تانية. انت عارف زي ما بتيجي تشتري لعيب في الكورة كده تقول له ما تلعبش في حتة تانية، ولو لعبت تدفع لي تعويض، تمام. فده اللي كنا فاكرينه، لكن الحقيقة احنا فوجئنا لأسباب عدة منها نجاح المفاوض المصري انهم على استعداد ان يخفضوا سعره الى رقم لم نكن نتخيله، وهو 1/100 من سعره، 1/100 من سعره. طب ما المفاوض ده، المفاوض ده دكتور يحيى يروح يحل لنا مشكلة فلسطين، ما دام عبقري قوي كده يعني. لا، ما انا هقول لك ايه برضو الاسباب ايه. اتفضل. الاسباب اللي خلته يوافقوا كذا حاجة، منها ان هناك شركات كثيرة الان اكثر من 10
ابتدت تنتج. انت عارف اول ما الدواء بيطلع حتى الكمبيوتر اول ما يطلع كان ب 10000 دولار او الموبايل، وبعد 3 سنين تلاقيه ب 3 سعر. تمام. ففي شركات كتيره قوي ابتدت تطلع ادويه اخرى اما تعرف السكه بتاعه الفيروس لاكتنج انتي فايرال اللي هي مضادات الفيروس المباشره. ابتدت شركات تيجي بقى بالنص الطريق من ثلث الطريق، فما بتتكلفش تكلفه هذا الدواء. الدواء ده كان غالي لان الشركه اللي منتجاه اشترت حق تصنيعه ب 13 مليار دولار. تمام. عايزه تعوض الثمن اللي دفعته مقدم. عشان فلما ابتدت تطلع ادويه اخرى بعديها هتنافسها في خلال 6 اشهر سنه، بدل ما هو في دواء هيبقى فيه 12. ادي واحد. نمره 2، في سنه او 2 بالدواء ده المشكله هتتحل في الخمسه العظام اللي هم بيسموهم حتى البيج فايف، اللي هم الخمس دول العظام اللي هتقدر تشتريه بهذا السعر. وهذا الرقم يا دوبك يغطي ثمنه. اذا المكسب من الدول الاخرى اللي المشكله فيها هتستمر 10 15 سنه تاني. فالشركه عايزه تضمن انها هتبيع كمان 10 15 سنه. هم قالوا في امريكا هيتخلصوا من الفيروس سي وفي الخمسه العظام ده في سنتين، فبعد سنتين الشركه هتبيع لمين؟ لازم تشتغل علينا. فهي بتشتري اللونج تيرم منا، الشورت تيرم هتستفيد بفلوسه العاليه من الدول الغربيه، لكن اللونج تيرم المستدامه هتبقى من دول مسلمة. طب دكتور يحيى، الموضوع بتاع العلاج فيروس سي والايدز اللي كانت حصل، هل ده لا علاقه لا من قريب ولا من بعيد ولا تلويح ولا شيء بين هذا وذاك؟ تمام. لا انا فهمت كده خالص. طب لا دكتور، انا فهمت كده من حضرتك، انا بس عايز اسال، هل ما حصلش متابعه لهذا الدواء؟ ده حقيقه ولا مش حقيقه؟ ولا خلاص يعني ننسى الموضوع؟ ولا ما فيش لجنه اتشكلت مثلا من حضرتك واساتذه زي سعادتك كده يشوفوا الدواء ده، يشوفوا فعاليته، يشوفوا هل ممكن يستمر 10 سنين نعمل ابحاث ويطلع ولا خلاص ده الموضوع ده مات؟ بس حضرتك لا، الموضوع ده الدواء الجهاز اللي تم اعلنت عنه الإدارة الهندسية أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كانت الهيئة الهندسية، خد بالك من اللي بنقوله. تمام. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في فبراير كانت أعلنت على إنهم في حد اخترع جهاز يعالج عشان في جهاز بيشخص. الجهاز اللي بيشخص ده مش قضيتنا، ده خلص وتجرب وبيتجرب وثبت فعاليته. تمام. أنا بتكلم على جهاز العلاج. تمام. مصحوب باستخدام أدوية أخرى عبارة عن أعشاب محطوطة في كبسولة، وأعلنوا إن هذا الجهاز مع الكبسولة في تجاربهم أثبت إنه فعال جدا. تمام. اللي عمل التجارب دي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فاستعانت بطبيب ليس تبع الجيش وبمعمل ليس تبع الجيش. كلامي واضح؟ تمام. ومحدد. تمام. في حين أن القوات المسلحة اللي هي صرح كبير عموما في مصر، لديه صرح كبير طبي وهي الخدمات الطبية. تمام. التي تناطح الجامعات المصرية. احنا تعلمنا مناظير في الجيش. تمام. فعندهم فطاحل في الجهاز الهضمي والكبد تبع الجيش، مش احنا، مش الجامعة. تمام. فكان هناك سؤال، لماذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة او اختراع للقوات المسلحة يستعان باطباء خارج منظومة الجيش ومعامل خاصة من خارجه لعمل فحوص؟ ولما حصل فيه كلام كتير وراو كتير على ان الجهاز ده شغال ولا مش شغال، الفريق السيسي ما كانش لسه بقى رئيس الجمهورية، كون لجنة تحت اشراف الخدمات الطبية للقوات المسلحة. اللواء رئيس الخدمات الطبية هو اللي مسؤول، وشكل اللجنة من فطاحل الجهاز الهضمي في القوات المسلحة وبعض اساتذة الجهاز الهضمي من خارج القوات المسلحة. خلاص؟ تمام. اللجنة دي حطت لروحها بروتوكول علمي صحيح لفحص هذا الجهاز وهذا الدواء. تمام؟ تمام. هذه اللجنة عملت ابحاث، خدت موافقة على انها تبحث باستخدام هذا الجهاز وهذا الدواء على 160 مريض، وهذا الدواء لا ينشر ولا يستخدم الا لما تطلع النتيجه. في الفتره السابقه اللي هي كانت حوالي 6 شهور تم تجربته على 80 مريض بس، ما كملوش ال 160. التجربه دي ملهاش من دعوه بالنتائج اللي اعلنتها الهيئه الهندسيه. تمام. ال 80 دول اتعملوا في
الخدمات الطبيه للقوات المسلحه، يعني في مستشفيات القوات المسلحه بقى تحت اشراف رئيس قسم الجهاز الهضمي بالقوات المسلحه، لواء حاصل على دكتوراه ومقدم حاصل على دكتوراه ولواء حاصل على دكتوراه في التحاليل، يعني تم تحت اشراف القوات المسلحه نفسها. اوكي؟ النتائج اثبتت ان ال 80 عيان دول لم يتحول الى سلبي الا ثلاث مرضى. اذا 77 لم يستجيبوا. تمام. وبالتالي النتائج كانت مختلفه عن نتائج الهيئه الهندسيه. وقالوا ان احنا لازم نكمل ال 160 عيان، فنكمل ال 8 ناخذ 6 اشهر اخرى لاستكمال ال 180 لاظهار النتائج. فاحنا في انتظار. هو ما تم. تمام. ده يا مدحت اللي تم. تمام. انا مسؤول عما اقول، الكلام ده مش عن لساني، عن لسان رئيس انا اعلم يا دكتور يحيى ان انت انا اعلم يا دكتور ان انت مسؤول عما تقول، وما بتقولش غير كلام مظبوط ومحدد ومدقق وكل حاجه. يعني هل احنا في انتظار ال 80 التانيين ولا نعتبر الموضوع خلاص؟ انا خدنا قرار، انا كنت حاضر الاجتماع الصحفي الاخير. تمام. مع اللواء رئيس الخدمات الطبيه، وخدنا قرار ان ما حدش فينا يتكلم عن الجاي، احنا نتكلم عن اللي اتقال في المؤتمر الصحفي، لانه بقى مشاع، فانا لما اتكلم عليه لا اذيع سرا النتائج اللي بقولها دي اعلنت في المؤتمر الصحفي. وخدت، وبالرغم من هذا انا خدت موافقه رئيس الخدمات الطبيه اني اقول الكلام ده. الجديد اللي بنعمله اللي بيعملوه هم في 6 اشهر دي، خدنا اول قرار ان محدش يتكلم في هذا الا يعني مسؤول اعلامي من القوات المسلحه. تمام. اي حاجه جديده اللي ينصح بيها او يتكلم فيها محدش فينا يتكلم. اللي يتكلم فيها ممثل اعلامي عن القوات المسلحه. فمحدش يتكلم خالص لحد ما 6 اشهر دي تعدي. لكن انا ليا كلمه واحده احب اقولها. اتفضل يا دكتور. وهي الاتي: النتائج اللي عملتها الخدمات الطبيه واضح ان الجهاز ليس بالدرجه اللي كانت عليه النتائج الاخرى بتاعت الهيئه الهندسيه. تمام. وثم بالصدفه زي ما انت قلت ظهر علاج جديد فعال بلا مناقشه وبلا مقارنه مع اي دواء اخر. تمام. دواء رخيص بالفم 3 اشهر نسبة الشفاء فيه 95%، والأدوية الجديدة اللي هتيجي في يناير نسبة الشفاء فيها 100%. ألا أستدعي هذا أن أستمر في البحث لعلاج هذا المرض؟ لا طبعا، طالما أن أنا عندي أرخص أسرع ومؤكد. بتتكلم في إيه؟ أنا الرأس بالبق هتخفف. أبتدي أستخدم حتى لو كان فعالا، أجيب بني آدم وأنيمه وأدخل دمه وأطلعه بره لمدة 15 ساعة ولا 50 ساعة. ومش عشان نسبة شفاء كذا. خلصت. تمام يا دكتور، وصلت لنا المعلومات ومتشكرين على هذه المعلومات القيمة اللي احنا بنعتبر تالي احنا اول برنامج نسمع هذا الكلام وتذاع في هذا الكلام. هذا هو الحق يا دكتور مجد. انا بشكرك يا دكتور يحيى، وما تعودت منك الا على الحق. انا بشكرك يا دكتور، ربنا يخليك لينا، ودايما بنسمع منك الحق والكلام الجميل. شكرا يا دكتور يحيى. شكرا لك. شكرا. احنا كده وصلنا للقول الفصل في موضوع فيروس سي. حتى يعني الدكتور بيقول ما معناه، حتى ما فيش ما يدعو لان احنا نكمل التجارب ونصرف فلوس، وفي الاخر عمليه كومبليكيتد او صعبه شويه، ندخل دم ونطلع دم. طالما هناك علاج مضمون، العلاج بنسبة 95% وبيتاخد عن طريق الفم، وسعره بقى 1% من سعره العالمي. ده كان شيء مهم لازم يعني نتكلم فيه ونوضحه، علشان الموضوع يخص. احنا عندنا يا جماعة 13 مليون مصري عندهم للأسف فيروس سي، اللي بيتنقل عن طريق الدم، وما بتنقلش عن طريق الاكل، بس عشان الناس تبقى فاهمه. وعن طريق الدم ده مليون بقى طريقه، الناس اللي بتحلق في الارياف وعمليات العمليات الجراحيه في الاجهزه غير المعقمه، مليون الف حاجه يعني. المهم ننتقل للخبر اللي بعد كده. الهيئه العامه لقصور الثقافه بتعمل على رفع مستوى الثقافه السينمائيه لدى الجمهور، وده من خلال اقامه مجموعه من العروض السينمائيه بتعقبها ندوات بالمحافظات خلال شهر اغسطس. حلو جدا، احنا كده ابتدينا نخش في اللي الواحد بيحلم بيه، ان تكون الثقافه لا مركزيه.
الندوات دي بتنظمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وهتبدأ يوم 17 أغسطس بقصر ثقافة المطرية بعرض فيلم الحرامي والعبيط للفنانين خالد صالح وخالد الصاوي. ومعانا الدكتور سعيد شومان، مسعود شومان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يكلمنا عن التجربة دي. أهلا يا دكتور مسعود. مساء الخيرات، ويعني سعيد بهذه المداخلة. الحقيقة الموضوع السينما مش بس السينما، احنا توجهنا الجديد ماشي تحت شعار رئيسي وهو ثقافة من الناس إلى الناس. تمام. بنحاول قدر الإمكان نستعيد دور الثقافة الجماهيرية، ويمكن عندنا طموح كبير جدا ان احنا حتى نغير اسمها من خلال يعني قرار جمهوري جديد ان شاء الله، بدلا من ان تكون الهيئة العامة لقصور الثقافة تبقى الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية. تمام. ان ده بيعكس توجه جديد في الاتجاه للجمهور، خاصة مع حالة الامية اللي احنا بنعيشها. عايز تقول ان كلمة قصور يعني كلمة نخبوية او كلمة فوقية مثلا، ليه مش قصور يعني؟ اقول لحضرتك لانه كلمة قصور الثقافة هنا توجه للمبنى لا للمعنى. يعني انشغال اكتر بفكرة القصر وبناه، ويمكن الفترة اللي فاتت يمكن كان تأسيس القصور هو اللي واخد جزء كبير جدا من انشغال هذه المؤسسة، وده شيء مهم يعني لا نغفله. لكن انا اتصور ان احنا في اللحظة الراهنة احنا بحاجة الى تثقيف جماهيري عبر وسائل الحديثة، عبر السينما، عبر المسرح، عبر القوافل الثقافية. توجهنا كبير جدا للحدود المصرية، في حلايب وشلاتين، في سيوة والسلوم، في الوادي الجديد، في الواحات البحرية. بدأتوا بإيه يا دكتور مسعود؟ بدأتوا بإيه حضرتك؟ بدأتوا بأنهي محافظة؟ احنا هنبدأ في كل المحافظات على الحدود بالتوازي. احنا دلوقتي انا لسه على فكرة بقالي بالضبط ده الاسبوع الثاني يعني في الهيئة منذ تولية، لكن عاملين خطة طموحة وكبيرة جدا. يعني هيكون فيها اثر لفكرة الانثروبولوجيا، يعني بمعنى ان احنا بنتأمل الانشطة من واقع علاقة هذه الانشطة بالبيئة. يعني ما ينفعش ان احنا نقدم انشطة دون دراسة لطبيعة المكان وعادات وتقاليد الناس وتصوراتهم. الأنشطة مش مركزية، الأنشطة من هناك، ثقافة من الناس للناس، بنقدم لهم ما يليق بعاداتهم وتقاليدهم. والمسألة ليست متعلقة بالنخبة، يعني هنقدم فقط شعراء، لا، ممكن نقدم الثقافة الصحية، الثقافة البيئية، الثقافة بمفهومها الواسع او المفهوم الانثروبولوجي. وايضا هنركز على الثقافة البصرية من خلال السينما، من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة. مين اللي بينقل افلام يا دكتور مسعود؟ يعني انتوا نقيتوا الحرامي والعبيط، هل هناك معايير معينة لاختيار الافلام اللي بتتعرض في هذه الاماكن او في هذه الندوات، او من مكان لمكان بتختلف، ولا مين اللي بيحدد الافلام ومعاييرها؟ احنا عندنا ادارة عامة للثقافة السينمائية، وهذه الادارة بيتولاها ناقد وشاعر، ويعني احد المهتمين بصناعة السينما هو الدكتور علي عفيفي، واعتقد انه اختياراته المتنوعة يعني بتتفوق مع اللحظات الراهنة، وبيختارها طبعا بدقة وبعناية. حتى كمان الاماكن اللي بتروحها بيحاول ان يعقد هذه المواءمة بين الاماكن دي وبين اختياراته للافلام. دكتور ربنا يوفقكم يا رب كده. يعني هذا النشاط اللي موجود دلوقتي اللي انا شايفه حاجة تسعد بصراحة، ان انت تبقوا بتحاولوا يعني تنشروا سينما ومسرح وبتاع في كل الاتجاهات. ربنا يوفقكم ان شاء الله السنة الجاية نلاقي ثمار هذه المهرجانات. شكرا يا دكتور. انا بس عايز اقول كلمة انثروبولوجي اللي قالها الدكتور كذا مرة، هي تعني علم الانسان وعلاقته بالمكان. عشان كده هو قال انا حاول الانسان مثلا في النوبة بيبقى له ثقافات معينة وعادات وتقاليد معينة، ده اسمه علم الانثروبولوجي. يصدر مهرجان القاهرة السينمائي في دورات 36 التي تبدأ يوم 9 نوفمبر وتنتهي في 18 نوفمبر 12 كتابا متخصصا. الكتب هي
كمال سليم. طبعا كلام كمال سليم هو رائد الواقعية المصرية يعني، وكتاب عن ده تأليف الدكتور وليد سيف، وكتاب عن الممثل الكبير حسين صدقي من تأليف ناهد صلاح، وكتاب عن المخرج العظيم فطين عبد الوهاب من تأليف استاذ اشرف غريب، وكتاب عن المخرج الكبير بركات من تأليف الناقد الصديق مجد الطيب، وغسان عبد الخالق من تأليف محمود الغطاني. معانا مداخله دلوقتي مع الاستاذ خالد محمود رئيس تحرير النشره الاعلاميه لمهرجان القاهره السينمائي الدولي، يحكي لنا عن الكتب، ليه دول بالذات المهرجان، وليه الكتب دي تحديدا، يعني ليه الشخصيات دي بالذات اللي اختاروها. استاذ خالد ازي حضرتك؟ مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء الخير ومبروك الدوره الجديده، يا رب دوره ناجحه ان شاء الله تتماشى مع الزخم الثقافي اللي احنا حاسين ان احنا ابتدينا نعيشه دلوقتي في مصر تاني ان شاء الله. ده بنفسك يا دكتور، وفي الحقيقه انا عاوز اقدم لك تحيه كبيره على انك يعني بتؤهل المجتمع المصري لقيمه الابداع وقيمه الفن والثقافه عبر حلقاتك في الحقيقه في الفتره الاخيره، وانت حتى يعني عاوز تعمل عمليه استنهاض كده جوه المبدعين ان هم يرجعوا تاني للحياه في مصر. الله يخليك الله يخليك الله يخليك يا استاذ خالد. قول لي حضرتك اخترتوا الكتب عن بركات وكمال سليم وفطين عبد الوهاب مع حفظ الالقاب بناء، هل دول هيتكرموا ولا 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 اخترتهم على اساس ايه؟ بص حضرتك، هذه الاسماء طبعا بتمثل قيمه كبيره في تاريخ السينما المصريه. تمام. وبتمثل اجيال مختلفه، وعمل دراسات وكتب، ده بيعتبر نوع من التكريم لتفسير اجيال ما شفتهمش كويس، ما عرفتهمش كويس. فالكتب عباره عن قرايه جديده في افلام هؤلاء المخرجين وهؤلاء السينمائيين والباحثين. مهرجان القاهره بطموحه الكبير في الدوره القادمه اللي هي ال 30 اللي في رئاسها المخرج الكبير سمير فريد، في الحقيقه عايز يعمل عمليه احياء ثاني لقيم السينما المصريه، ليس فقط من خلال هذه المجموعة من الكتب اللي بتؤرخ لسينمائيين عظام، ولكن أيضا من خلال الأفلام اللي بيتم الاتفاق عليها، ومن خلال ندوات البحثية اللي هتناقش قضايا كثيرة جدا في مقدمتها، موقف المهرجانات العربية والمهرجانات المصرية والعلاقة بين السينما والأدب وأشياء أخرى كثيرة. في الحقيقة في طموح كبير عند مسؤولي المهرجان لهذا العام، وده يتطلب في الحقيقه يعني روح مختلفه من كل السينمائيين ان هم يبقوا موجودين ويمثلوا صوره ايجابيه للمهرجان، وان يتعاون السينمائيين المصريين بافلامهم ويتعاونوا بالحضور في الافلام. وتعرف حضرتك المهرجان كان توقف، والمهرجان كمان بيواجه مهرجانات اخرى كبيره في نفس التوقيت، يعني مهرجان دبي السينمائي ومهرجان ابو ظبي كمان قبل القاهره. تمام. وفي قرطاج، وده بيتطلب تحديات كبيره جدا اذا القاهره قررت انها تقيم مهرجان هذا العام، وهو ما تم بالفعل. على الجميع ان يتفق على قلب رجل واحد. انا بضم صوتي لصوتك يا استاذ خالد، خاصه من النجوم السينمائيين اللي ما بنشوفهمش ابدا في المهرجان للاسف، عمرنا ما شفنا، خاصه نجوم الشباب ما بشوفتش حد فيهم في المهرجان باستثناء يعني يمكن خالد النبوي ولا حاجه، لكن غير كده لم نرى اي نجم في خلال السنوات اللي فاتت بحضر لا افتتاح ولا ختام ولا اي حاجه، رغم ان كلهم ولا عروض. يا دكتور العروض يا دكتور دلوقتي اصبحت اهم. طبعا انا موافقك تماما يعني، لكن على الاقل لما بيجوا في الافتتاح وفي الختام بيدوا احساس لجمهور السينما اللي في مصر ان ده مهرجانهم، وان هناك حاله فنيه وتظاهره اسمها مهرجان القاهره السينمائي. طبعا، لان دي الصوره الاولى والانطباع الاول بيضم، والتظاهره لما بتبدا بشكل حضاري كبير وكل نجوم مصر موجودين بيدوا انطباع انه في مهرجان كبير في البلد، والبلد تستحق بالفعل مهرجان كبير في هذا التوقيت. احنا عندنا جيل جديد من السينمائيين يا دكتور محتاج انه يتفاعل بشكل ايجابي مع مهرجانه، ما يفضلش بشكل كبير جدا المهرجانات العربيه، علشان مع عظيم احترامنا وتشجيعنا للمهرجانات العربيه يا استاذ خالد، لكن الحقيقه اذا كانت هذه المهرجانات بتزدان وتفخر بالنجوم المصريين اولى بالمهرجان القاهره ان هو اللي يفخر بهؤلاء النجوم يعني. طبعا يا دكتور المساله تحتاج مناقشه كبيره يا دكتور، لان هذه المهرجانات ايه على، وحضرتك عارف، على الافلام
بتاعه الجيل الجديد من الشباب اللي هي ما يسمى السينما المستقله او الاخره، وبالتالي بتفرض عليهم شرط ان يبقى عروض افلامهم الاولى في مهرجانهم، وبالتالي هذه المهرجانات ضمنت مشاركه مصريه متميزه عندها. و الشيء السلبي في هذه المساله رغم ايجابيته بان افلامنا المصريه بتعرض في الخارج، لكن الشيء السلبي ان انت بتعزل هذا الجيل عن عن مهرجانه، بل بالعكس عن دور العرض كمان. تمام. يعني المخرجين الشباب يا دكتور، ودي قضيه حضرتك محتاج نوسع فيها شويه فيما بعد، انه اصبح لا يهمه الجمهور المحلي. هذا الجيل اللي بيحمل فكر سينمائي جديد وبيحمل رؤى جديده محتاجين ان احنا نشوفه، محتاج نعود الجمهور على نوعيه افلامهم اللي بيشوفوها. ولازم نلغي بقى مساله الاحتكار، انه ما يبقاش صاحب العرض هو المنتج، هو الموزع، هو اللي بيفرض ايه الفيلم اللي بينزل السوق. انت يا استاذ خالد انت بتيجي على الجرح دلوقتي، وده موضوع يطول الشرح فيه. وطبعا الناس يعني يمكن احنا بنتكلم في حاجات شويه يعني شويه تفصيليه، لكن اللي انت بتقوله ده سبب ازمه السينما اللي احنا عايشينها، اللي انت بتقوله ده ان يكون الموزع هو المنتج هو صاحب دور العرض. طبعا يا دكتور حضرتك عايش الازمه وجواها، وعلينا ان نتغير. الجيل الجديد ده مش هنقدر نتجاهله سنوات طويله، والا هتلاقي في سنين من تاريخ السينما المصريه سقط من التاريخ. ان احنا بيتفرض علينا نوعيات معينه من الافلام. عاوز اقول لحضرتك انه افلام العيد ده، ولكن فيلم زي الفيل الازرق، ادى مؤشر انه اذا اطرحت افلام بتنتمي لنوعيه مختلفه من السينما، شوف الجمهور بيقدر عليها، الجمهور اتغير. الحقيقه يعني يعتبر السنه دي موسم العيد يعتبر من افضل المواسم على مستوى الافلام وعلى مستوى الايرادات. يعني معنى كده كلمه الجمهور عايز كده دي كلمه غير حقيقيه على الاطلاق. الجمهور عايز يتفرج على سينما جيده وهو هيروح. الجمهور اتغير يا دكتور. الجمهور دلوقتي عناصر الميديا والتوسع فيها والانترنت ومشاهده افلام المهرجانات والى اخره ادرك هو عايز يشوف ايه، وبالتالي لما تتحقق نسبه تفوق ال 40 مليون جنيه في اسبوعين لمجموعه الافلام اللي موجوده دي، بيشجع كل الناس على انهم ينزلوا وما يخافوش. اللي عاوز يقدم افكار مختلفه يقدم، اللي عاوز يقدم سينما من الادب يقدم. واثقوا تماما انه هذا الرواج لازم نمسك فيه بايدينا واسناننا ونستغله علشان نعيد بريق الفيلم المصري تاني محليا، وبالتالي نقدر ننطلق لمهرجانات اخرى. ما نقدرش ان احنا نبقى لا متواجدين بره ولا جوه. انا اتذكر كلمه المخرج الكبير هنا ابو اسعد الفلسطيني في مهرجان دبي وهو بيستلم جايزه فيلم، قال لولا السينما المصريه لما وقفت على المنصه دي، ولما اخذت هذه الجايزه، ولما تعلمت. وذكر اسماء مخرجين كبار من اول صلاح ابو سيف لكمال الشيخ لعاطف الطيب ليوسف شاهين. هذه الجمله لما سمعتها انا كدت ادمع، لانه فجاه انا حسيت ان المشهد قدامي ما فيهوش الاسماء دي، ما فيهوش ناس عندهم الاراده دي، ما فيش ناس بتقدر تصنع هذه السينما. وان كنت اثق في ان جيل الشباب قادر على انه يعمل سينما متطوره بما تكنولوجيا مختلفة، سواء في الصورة أو في الصوت أو في الجرافيك أو إلى آخره. بس علينا إن احنا ننقي وننتقي ونشجع وندعم ونفتح دور العرض يا دكتور، بإن الجمهور لازم يتعود شيئا فشيئا على هذه الأنواع من السينما. إن شاء الله يا أستاذ خالد، يعني إن شاء الله مصر راجعة ومهرجاناتها راجعة، والمخرجين الشباب عملهم أنا بحبها جدا وبتفرج عليها، في مبدعين. ويعني المخرجين الشباب انا متاكد ان هم يعنيهم مهرجان القاهره قبل اي حاجه. وانا بشكر حضرتك وبوجه نداء للنجوم المصريين، ابتدوا بمهرجان القاهره الاسكندريه جاي اهو، اقفوا معاه ودعموه، وبعد كده مهرجان القاهره، وبعد كده روحوا اي مهرجانات انتوا عايزينها بس بلدكم اولى بيكم. اخر خبر عندنا النهارده، اعلنت اداره حفل توزيع جوائز ايمي اواردز لعام 2014 ان هيتم تكريم النجم الراحل روبن ويليامز ضمن فعاليات الحفل اللي هيقام يوم 25 اغسطس الجاري. واعلن المنتج دون ميتشر في بيان رسمي تكريم الممثل الكوميدي روبن ويليامز، وتكريمه طبعا امر ضروري لانه يستحق ذلك. احنا دلوقتي انتهينا من فقرة الاخبار، هناخد فاصل وهنرجع لكم مع سينما يوسف شاهين وضيوفنا. فاصل، استنانا او ما تستناناش، انت حر. عايز اعيش بينكم بذاتي، ليا شخصية وهوية. من اكثر الجمل المغنى في افلام يوسف شاهين تعبيرا عما سعى اليه المخرج المصري في مسيرته السينمائيه الطويله والمثيره للجدل،
الرحلة من عام 1950 إلى عام 2007 طويلة وغنية وحملت قدر كبير من الجرأة، كانت بمثابة الضربة الأولى لكسر المحظورات التي ظلت متحكمة فينا لسنوات. تلك المحظورات التي حطمها شاهين لم تقتصر على الاعتماد على قصة دينية في المهاجر أو تغيير بعض الوقائع التاريخية في الناصر صلاح الدين، ولا على السلطة الأبوية الساذجة لمجتمع يعتمد عن الكبير كليا ويدين له بالسمع والطاعة كما في عودة الابن الضال، ولا على الرأسمالية والإقطاع كما في الأرض، فقد كان الرجل ثورة تمشي على قدمين. وكانت أفلامه دعوة للتفكير، فهو المؤمن بأن الأفكار لها أجنحة وأن الشباب هم الأمل والمستقبل القادم، ويعد فيلم عودة الابن الضال واحدا من أبرز أفلام شاهين المتعلقة بالثورة. حلم الثورة الذي كان يراود شاهين في أفلامه وشكل وعي أجيال كاملة عرفت معنى الحرية والثورة والتمرد، هذا الحلم لم يتحقق إلا في ذكرى ميلاد شاهين وهو 25 من يناير، لكن بعد 3 سنوات من وفاته حيث رحل عنا شاهين عام 2008. شاهين كان عاشقا للسينما كعشق إناوي بهنومة في باب الحديد، لذلك استطاع أن يصل بأفلامه إلى خارج مصر وخارج العالم العربي. متوجها عمله الممتد على مدار 60 عاما في أهم مهرجانات السينما العالمية، ليكرمه مهرجان كان بجائزته الكبرى التي يمنحها لمخرج عالمي كبير على مجمل أعماله وإنجازه غير المسبوق في السينما. إناوي العاشق لهنومة لم يكف عن هذا الحب حتى آخر لحظة. بتقول يا جدع أنت؟ بقول أنا شبكتك بالعقد ده كده خبط لازم. قلت إيه؟ يا أخوة ما تروح تشوف لك واحدة تانية. مش عايز واحدة تانية، أنا عايزك أنت. شمعنا بقى؟ معلقة معايا هنا. ما تشاوري عقلك وتوعيني يا هنومة. كان دائما يقول حين استعرض مشواري مع السينما المصرية بكل سلبياته وإيجابياته وبكل ما قدمت من إضافات وبكل ما حصلت عليه من عذابات، أستطيع القول إنني أخذت من السينما بقدر ما أعطيتها، وأن رحلتي مع السينما المصرية كانت تستحق كل ما قدمته من أجلها. مصطفى أغا، انتحر. رجعنا لكم تاني. يوسف شاهين بحرجنا، بيحسسنا ان احنا معجزين وكبار وهو اصغر مننا وشاب عننا ومتمرد اكتر، مش كده برضه ولا ايه؟ اه بجد حاجه تزعل يا الواد، بيحس لما بتفرج عليه ان هو معجز بجد، يعني طالع ياخد الجايزه تحس انه اصغر مننا كلنا. يعني انا الاول اقدم بس للناس معانا الاستاذ الكبير والمنتج وابن اخو ابن اخت استاذ يوسف شاهين، استاذ جابي خوري، اهلا وسهلا بحضرتك. معانا الناقد الشاب الجميل جوزيف فهيم، اهلا وسهلا. معانا امير رمسيس، ده بقى ضيف دايم عندنا، امير رمسيس اهلا وسهلا. ومعانا الاستاذ عماد البهات، والاثنين اشتغلوا مع الاستاذ وساعدوه في افلام كتير، مش كده؟ حقيقي. قول لي بقى كنت عايز تقول ايه عن يوسف شاهين؟ كنت عايز اقول لك انه وعاده وهو بيخلص فيلم في اخر مراحل كان يجي يقول لي انا عندي فكرة الفيلم اللي جاي. ايوة. اكون انا لسه ما خلصتش من مشاكل اللي احنا الفيلم فيها. ده. ايوة. مشاكل رقابية. كل مشاكل. انتاجية. كل حاجة. حتى اخر واحد يعني حتى هي فوضى. وهو بيخلص هي فوضى. جي قال لي انا عندي فكرة الفيلم اللي جاي. انا حقيقة انزهلت لانه انا كنت تعبت. ايوة طبعا. من الموضوع. أيوة. والمشاكل اللي فيه والحاجات دي كلها. وقاعد ببص له كده بقول يعني مش عارف يعني انا كنت عايز ابطل شغل خلاص. هو الحقيقه حب السينما كان حاجه هو اللي بيحركه. بيحركه باي شكل يعني. هو دايما كان يقول انا لو اموت ورا الكاميرا، اموت في البلاتو، اموت وانا بصور يعني. فهو حكايه السينما دي ما كانش يعرف حاجه تانية الا انه هو لازم الفيلم. بيقولوا لي دلوقتي الجديد اللي كان عايز يعمله اسمه الشارع لنا بتاع نصر عبد الرحمن،
فكره من الافكار اللي كانت موجوده. انا معايا ناس بقى دول مخرجين خريجين معهد سينما كلهم وطبعا متتبعين اخبار الاستاذ يعني فعلى طول كانت الاندفاع والقوه والحماس والحيويه طول الوقت موجوده يحسسك ان انت مقصر في كل حاجه حقيقه تقعد كده يعني كان بيبقى اول واحد في الشارع يعني يديلك دافع انه لازم تشتغل لازم تعمل يعني كان يجي يقول لي انت يوم الخميس مثلا يقول لي انت بكره هتعمل ايه بقول له انت مالك يعني عندي عيله وعندي مراتي وعندي ولادي يعني عايز اخد اجازه بس هتعمل ايه مع... يا اخي انا حر اعمل اللي انا عايزه يعني واخد بالك فكان يعني حكايه الشغل والسينما وحب هو ده اللي كان ممشيه يعني زي ما انت شايف. جوزيف استاذ يوسف شاهين بما انك ناقد كان دايما عنده مشاكل مع النقاد طول الوقت عنده مشاكل مع النقاد على فكره ده هو يعني ده كل المخرجين اللي شبه يوسف شاهين عندهم مشاكل مع النقاد على مستوى العالم وبيضربوا بعض في الندوات الفنيه والحاجات اللي زي دي. ليه هذا التناقض بين النقد وبين المخرجين الكبار وعلى مثال يوسف شاهين دايما في خناقه؟ بص انا مش موافق قوي ان في المخرجين الكبار دايما عندهم مشاكل مع النقاد. يمكن في بدايه مشوار اي مخرج كبير بيكون في علاقه اللي هو كل ناقد لسه مش عارف المخرج دوت هيبقى ايه الفيجن بتاعته وهيبقى عامل ازاي. هانكا فون ترير كل المخرجين العظام. مشكله مع شاهين اني حاجه تقليديه اتقالت بس هي ديت اكتر اكسبريشن مناسب يعني ان هو كان فعلا هدف هيستايم يعني بعد زمنه بكتير قوي كل الافلام بتاعته يعني الافلام اول ما ابتدي يعمل افلام ومن بالذات من بعد باب الحديد وفي الفتره ديت لما يبقى الافلام بتاعته بتبقى مستقله بجد كانت غير كل شيء موجود في السينما المصريه. واحد بيعمل افلام مش بس بره النظام كان نوعيه الافلام نفسها مختلفه تماما يعني عندك فيلم باب الحديد واحد الشخصيه بتاعته واحد معاق وعنده كبت جنسي وشخصيه البطل بتاعه شخصيه غير مش سمباثيك يعني شخصيه تقليديه مش شخصيه مش شخصيه البطل المعتاد اللي انت بتشوفه في اي تتعاطف معاه وتحبه ويبقى بالظبط. وكانت انا فاكر كان الحكايه كان مشاع يعني هو فاكر اول لما الفيلم اتعرض كان الناس سخط عليه جدا ونقاد واني واحد شاف الفيلم وتف عليه كان طب هل معنى كده يعني ان المفترض ان المخرج اللي على شاكله يوسف شاهين ما يبقى سابق زمن والنقد ما يبقى سابق زمن؟ المفروض ان النقد على مستوى ثقافي سينمائي معين مش كل النقاد مش بتكلم انا بكلم في العموم يعني ليه يبقى سابق يعني المفترض ان النقد هو نفسه بيبقى سابق بحيث انه لو في تجربه جديده يبقى هو مستوعبها غير الجمهور العادي. بص هو الكمان المشكله لما انت بتبص على الوقت بتاع الخمسينات والفتره دي كلها المجتمع نفسه والنقد نفسه كان مجتمع تاني والنقد حتى في مصر كان في بدايته فزي ما قلت لك ان النقاد كانت اي حاجه غير مالوفه اي حاجه بيشوفوها غير المعتاد. انا على فكره يعني انا مش موافق على الحركه دي وهقول لك ليه لان انا ابن هذه الفتره هذه الفتره تحديدا انا وجهه نظر انا النقد كان على اعلى مستوى لان الثقافه عموما كانت على اعلى مستوى. انت بتتكلم في لويس عوض بينقد سواء ادبيا او يعني كان اللي بيكتب طه حسين والعقاد وعبد الرحمن الشرقاوي فانت بتتكلم على مستوى ثقافي مختلف تماما. انا هرجع لك عشان احنا شغلنا فيه ان في كلام كبير النهارده. امير قول لي الاستاذ كان بيختاركوا على اساس ايه؟ يعني في ناس معينين كده تحس الاستاذ بينقيكوا يعني ليه نقاك انت وما نقنيش انا مثلا يعني؟ لا هو الحقيقه اختياري انا تحديدا جه اعتقد ان هو عن طريق الصدفه وكان السبب فيها عماد بالمناسبه يعني في وقت كان في احتياج ان حد جديد يجي يشتغل على فيلم سكوت هنصور انا وقتها كنت لسه طالب في المعهد كنت الاول على دفعتي لحسن الحظ بتكلم فرنساوي كويس وخليجي دارس فرنساوي فلقيت سأل حاجات كتير ده مهم طبعا فلقيت يوم عماد بيتصل بيا في التليفون بيسالني لو انا حابب اشتغل مع الاستاذ وده سؤال اعتقد ان انا كنت وصلت المكتب وانا لسه معاه على التليفون انا متهيألي وده سؤال برضه ودخلوني ليه فمسكني من كتفي كده قال انت بقى اللي دوشوني بيك وانت هتستحمل انا كنت ارفع من كده ب 10 كيلو تقريبا لا هو المهم الاستاذ يوسف شاهين نفسه كان رفيع يعني مش تستحمل ايه يعني ودي حاولت حتى للدعابه بعديها بينا كل كام شهر افكره بالسؤال ده اقول له هات طلعت بستحمل ولا لا يعني
فهي كانت يعني ده السبب وكانت صدفه وحسن حظ اعتقد ان عماد كان له دور. طب يا عماد قول لي انت طب هو اوكي بيعرف فرنساوي والاول المعهد انت ليه نقاك؟ نقاني كان يعني في حاجه في رحله الشاهين انه كل فتره تقريبا بيبقى في مرحله احلال وتبديل او تغيير للاستاف المساعدين بتاعه. تمام. انا جيت في لحظه كانت ايجابيه بالنسبه لي جدا جدا، كان الاستاف اللي قبلي تقريبا اغلبهم بقى مخرجين يعني. كان استاذ يوسف نصر الله، زكي فاطين، اسماء البكري. اوكي. كل اللي اشتغلوا دول بقوا مخرجين، فهو عايز استاف تاني. فغالبا ما هو عينه خاصه جدا جدا. انا عايز اسالك العين الخاصه دي يعني انتوا خمسه رايحين ليه نقع عماد وما نقاش مدحت؟ إيه؟ هو كان بيراقب بعض الافلام، لان المكتب كان بيعمل تجارب تانية غير تجارب الاستاذ يوسف. انا كنت قبلها او بالتوازي مع تحضير وكتابه فيلم المهاجر، كان اول فيلم اشتغلته معايا بالمناسبه 93، كنا بنصور فيلم مرسيدس مع الاستاذ يوسف نصر الله. وكان بيراقب مين الناس اللي شغالين في اطار ان هو هيبدا يجهز فريق. يعني فيلم من انتاج الشركه بالزبط. فهو بيراقب الكاست اللي شغال، وبالتالي يقدر ينقي مين يعرف يشتغل معاه. مين كان بيبقى فيه خصوصيه قوي للي هيدخل للعالم الضيق بتاع الاستاذ يوسف. وبالمناسبه كانت التجربه بتاعت المهاجر كان فيها حاجه خاصه جدا جدا يعني مهم انها تتقال، ان كل الاستاف تقريبا كان لاول مره بيحتل المواقع اللي هو فيها بلا استثناء. من الافلام الحقيقه، ودي الغرابه اللي فيها ان فيلم بالعظمه وبالتجربه الانتاجيه والفنيه الضخمه جدا جدا، انه كان فيها تالت طبعا شغل. طبعا فيلم كان من مدير الانتاج، ما كانش في حاجه اسمها منتج فني وقتها. من مدير الانتاج هشام سليمان، بمهندس الديكور الراحل حامد حمدان العظيم، الى المساعد الاول، الى 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 كل الاستاف بلا استثناء كان هو على فكره كان الاستاذ يعني مش بس بيجازف باختيار الناس، انا بسميها يعني مجازفه محسوبه يعني بالزبط. لكن حتى في اختيار الابطال يعني، عشان يجيب محسن محي الدين تحديدا في وسط كل النجوم دول ويخليه يبقى بطل لفيلم. اول فيلم كان اسكندريه. اسكندريه ليه؟ اسكندريه ليه كده؟ ليه محسن محي الدين بالذات؟ يا محسن استاذ الحمد لله على سلامتك وعود حميد الى الشاشه. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. يعني نورتنا في رمضان وكنا سعداء بيك، هذا الوجه المريح والممثل الجميل رجعت لنا وكنا فرحانين بيك. اشكرك ومساء الخير للكل اللي حواليك، استاذ جابي، امير، طبعا الاساتذه اللي حواليك، بس انا ما يعني استاذ جوزيف فهيم المنتج والناقد، ومعانا الاستاذ عماد البيات المخرج. اهلا وسهلا، هم بس جيل صغير عني فمش عارفهم قوي يعني. احنا اصغر منهم ما تقولش الكلام ده لو سمحت يعني. ايوه. على فكره الاستاذ جابي نسخه من يوسف شاهين. يعني هو بيقول لك انا يعني انا بتعب معاه وبتاع، هو كمان بيتعب اللي حواليه على فكره يعني برضه. هو بص هو برضه اكتف زيه ونسخه منه يعني، اللي خلف ما ماتش. ما هو محسن انت عارف ان احنا بنفضل طول الوقت نتكلم على الاكبر مننا ونبقى ننتقد، وبعد شويه اما نوصل نبقى نسخه منه، دي حاجه معروفه. قول لي الاستاذ اختارك ازاي يا محسن لاول فيلم ليه؟ طبعا هو كان كنت انا عملت فيلم افواه وارانب، وكان بالنسبه لي ده خامس فيلم تقريبا، وكنت عملت عليه مظهر مسلسل كان فرصه العمر يعني فاكر. وانا بعمل افواه وارانب كنت طبعا مع مدام رجاء حسين، كانت زوجة الاستاذ سيف عبد الرحمن. فاستاذ يوسف شاهين طلب من استاذ سيف ومحمود الخولي، وكان اياميها محمود الخولي هو المساعد المخرج يعني مساعد في المكتب معاه. فطلب منهم شباب فتيان يعني. فرشحوا له انا، فلقيت تليفون جالي وقالوا لي تعالى قابل الاستاذ يوسف شاهين. فرحت، فبص كده كنت انا لسه بقى في وشي في حبوب الشباب دي وبتاع، فبص كده رفع النضاره وقعد يبص في وشي وقال لي انت ليك اصحاب؟ قلت له قال لي اصحاب. قال لي طيب انا عايز اتنين وتقولي اليوم الفلاني. قلت له طيب حاضر. خدت بعضي ورحت جبت عبد الله محمود الله يرحمه واحمد سلامه، ورحنا قابلنا الاستاذ يوسف، شافنا قال لنا طب خد السيناريو اقروه. ودي كانت غريبه يعني، انا اعرف ان طول عمرنا ما حدش يعني الممثل ما بيقراش السيناريو على بعض يعني. ما حدش مهتم يدينا السيناريو يعني. فادانا السيناريو قال اقروه وشوف كل واحد فيكم يختار يلعب اني دور. ف
فانا تصورت ان انا هلعب دور احمد سلامه الولد اللي هو بتاع البنات الشقي بتاع، لان انا كنت بلعب دايما دور الولد. انت كنت بتاع بنات هات من الاخر. يعني كان معروف عني ان انا ولد شقي يعني، فبلعب عارف يا عارف والله يا محسن كنت بتروح ترقص فين كل الحاجات دي عارفها بس بيني وبيني. اتفضل. المهم فجاه قال انت هتلعب دور ايه؟ قلت له انا هلعب دور فلان. قال لي لا انت هتلعب دور يحيى. قلت له يحيى؟ انا ما اقدرش العب دور يحيى. يحيى ده واحد معقد كده وبتاع، وانا بلعب طول عمري الولد الشقي بتاع. فقال لي انا بقول لك انت هتلعب الدور، وبعدين انا اقدر اساعدك في كل حاجه الا مشهد واحد مش هقدر اساعدك فيه. قلت له ايه هو؟ قال لي هم تاخد المشهد ده وتقعد تحفظه وتجيلي بعد 3 ايام تسمعلي المشهد ده. فانا طبعا حصل لي رعب يعني، ايه اهميه المشهد ده يعني؟ طبعا بقى ده كان عندي 17 سنه ساعتها. فابتديت اهتم بقى يعني، اروح اقرا قصه واروح يا محمد صبحي، استاذ محمد صبحي عامل مسرحيه هاملت اياميها. رحت اتفرجت عليها، جبت افلام لهاملت، قعدت احفظ الثلاث صفحات ورحت له سمعت. فقال لي ايه ده انت بتتأتأ؟ لا لا انت تقعد قدام ساعة، انا عايزك تقول الثلاث صفحات في الاسكاب دول في ظرف دقيقة. فقلت له دقيقة مش ممكن، دول ثلاث صفحات. قال لي هو كده هتقعد كده قدام الساعة لغاية ما تجيبهم لي في دقيقة. فطبعا انا فهمت بعد كده بقى ان انا هو عايزني ان انا احفظه حفظ مية، ان انا ما افكرش في الكلام، افكر بس في الاحساس، افكر في الاداء بس ما تفكرش في الحفظ. بالظبط. بالظبط. هل يا استاذ استاذ محسن قول لي انت علاقتك بالاستاذ يوسف شاهين، انت جاد عليك فتره كنت بطلت تمثيل واعتزلت وكده، هل كان في اي اتصال من اي نوع بينك وبين الاستاذ؟ طبعا قعدنا فتره نتصل ببعض طبعا، فتره كبيره لغايه ما انا نقلت في مكان تاني بقى وكده، وما كانش فيه التليفونات. ما هل ما كانش زعلان منك ان انت سبت التمثيل؟ اكيد هو كان زعلان مني. طبعا. بس انا قبل ما اسيب التمثيل انا كنت في اليوم السادس قلت للاستاذ يوسف شاهين احنا مش هنشتغل مع بعض تاني، لان مش 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 سبب ان انا ما اشتغلتش مع الاستاذ يوسف شاهين ان انا تركت التمثيل يعني. لا انا كنت سنة 85 كنت بعمل فيلم اليوم السادس، وحصل خلافات ما بيني وما بين استاذ يوسف شاهين شويه كده. يعني كان عايزني مثلا العب الشخصيه بشخصيه إناوي، انا عايز اشوفها أوراداتي يعني فاهم. فحصل شد وجذب كده ما بيننا وما بعضينا، لدرجه ان انا قلت له لا انا مش هقدر بعد كده اقدر امثل يعني مع حضرتك وبتاع، وكملت وكنا اصحاب يعني. حتى ساعدني في فيلم شباب على كف عفريت اللي هو كان انتاجي واخراجي. ساعدني انه ينزل سوق وبتاع وكلمني. كان ساعتها مثلا معيش فلوس النسخ بتاعت ان انا اطبع النسخ من المعمل، فساعدني كلمني بتوع المعمل عشان خاطر ياجلوا لي شويه الفلوس يعني. ايه كنت بلجأ له دايما يعني. هو الاب الروحي عموما لصناعه السينما، فما بالك بحد قدمه. طبعا 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 طبعا. هو استاذ، هو بص استاذ يوسف شاهين ده اكاديميه لوحده يعني هو فعلا اللي بيمر من تحت ايدين استاذ يوسف شاهين بيبقى مختلف كمخرج او كمساعد او ك يعني. هتلاقي مثلا استاذ عاطف الطيب كان مساعد ايام اسكندريه ليه؟ هتلاقي مثلا نصري نصر الله واسماعيل بكري وخالد يوسف وعماد كل اللي خارجين ورضوان كاشف، وكل دول خرجوا من ايد الاستاذ يوسف شاهين، كانوا تلاميذ وعشان كده كانوا مميزين يعني. ما كانوش بيعملوا حاجات زي السوق، لا هتلاقي مختلف وعملوا بصمات. تمام محسن، احنا سعداء جدا اولا بهذه المداخله الجميله، ونتمنى تبقى ضيفنا هنا، وفي نفس الوقت مبروك على رجعتك. وطبعا اكيد هو دلوقتي بيبص علينا من فوق فرحان ان محسن محي الدين رجع تاني. متشكرين يا محسن. ربنا يبارك. شكرا يا جميل.
يا استاذ ايه حكايه روحت اتنين اصحابك وتعالى دي؟ يعني ايه اللي روحت اتنين اصحابك وتعالى يعني؟ ما هم كانت مجموعه انا فاهم يعني بس بقول يعني انا ما كنتش اتولدت وقت الفيلم ده. انا عارف انا متاكد طبعا انا عارف. لا انا بس انت سمعت طبعا احنا عايزين نسمع بقى برضه. فلا ما اعرفش التفاصيل حقيقه يعني بس لا انا بقول جرأه ان انت تقول لواحد منقيه روح هات اتنين اصحابك وتعالى يمثلوا ادوار البطوله يعني اقصد الجرأه دي او الثقه دي. هو حقيقه يعني هو التجربه معاه ورتني ان هو حقيقه فاهم في كل المراحل او في كل الاقسام بتاعه العمل السينمائي. يعني مثلا زي ما قال عماد لما جينا على المهاجر لما جبنا هشام سليمان مدير انتاج هو كان مساعد سابع مع يسري نصر الله في مرسيدس. فلما يسري قال لنا في واحد كويس معنا وجبته فقلت للاستاذ قلت له كان مساعد ما قال لي هاته لما اشوفه فجابه ونزل معاه معاينتين ثلاثة فرجع قال لي خلاص ماشي يا سلام. فلما جه الديكور طب مبسوط قوي يا جوزيف صح؟ فهو فنفس الكلام يعني فالموضوع كان هو متمكن العين وعارف وانا مطمن يعني انا عارف ما هو طبعا انا عارف هو بيعمل ايه طبعا ده فأنا اكيد فهو ده الواحد فرحان فالثقه اللي عنده أيوة. في معرفته بالصناعه دي في كل المراحل يعني في دور العرض يقدر يفك المكنه ويركبها بتاعه العرض. يا سلام ما فيش مشكله عنده خالص في المواضيع دي اللي هو بادئها يعني الحقيقه ده يعني هو ده دول صناع السينما الحقيقيين اللي هو بيشتغل في كل عارف كل حاجه يعني مش حاجه توقفه. يعني انا عارف انه اي واحد اشتغلت معاه في اي منطقه من مناطق صناعه السينما وكان الاستاذ معانا كان يخاف من الاستاذ اللي بيركب مكنه العرض خايف منه اللي بيعمل الموسيقى خايف منه لانه فاهم كل حاجه اللي بيسمع الموسيقى يعني المجالات كلها كانت متشعبها فهو كان الموضوع انت بيريحك طبعا اسطى فاهم في كل حاجه بحيث ان في الاخر اللي هيجيبه يا بيعمل شغله صح قوي يا اما هيقع تحت يعني في جميع الحاجات يعني انا مره معرفش سوري اذا بطول بس لا اتفضل. كنا قاعدين بنسجل موسيقى بتاعت المصير ولا المهاجر مش فاكر كنا جايبين محمد نوح بالظبط كان محمد كنا محمد جايبين 10 فيولين وبيعملوا موسيقى مزيكا عظيمه فانا قلت 10 قاعدين احنا بنسمع كده يعني مش فاهمين طبعا قاعدين الموسيقى بتعمل والاستاذ قاعد انما هو مش مبسوط يعني شايفه كده متضايق مزاجه مش حلو فقلت له فرحت قلت له يا استاذ ايه الموضوع قال لي مش عاجبني ال10 دول فجه مهندس الصوت قال طب يا استاذ نضربهم في 2 على المكنه قال له لا ما هو اذا ما فيش احساس في 10 مش هيبقى في احساس لو ضربتهم في 2 طبعا فقلت له انت ايه اللي مضايقك قال لي انا عايز فيولين واحد كمان قلت له يعني واحد ده اللي هو ده اللي بتاع وهو ما بيسمعش كويس خلي بالك يعني حاطط سماعه فطبعا جرينا زي المجانين نلاقي له واحد ال11 فلعبنا الحته دي قعدنا ل5 الصبح بقى عشان الحته دي فانا راجع قلت له يا استاذ طب انا بس عايز افهم يعني ايه الفرق بين 10 و11 قال لي بص لما انا بسمع الموسيقى لو شعر ايدي وقف يبقى احنا ماشيين صح لو الشعر ده ما حصلوش حاجه يبقى لسه في حاجه ناقصه يا سلام فقال لي انا على 10 لا ال11 مشي الحال الله ده السنس السنس عنده السنس بقى ما هو غريب ما عشان كده عشان كده بقول في كل المجالات هو فاهم كان هو فاهم هو اصلا على فكره مع عظيم احترامي طبعا استاذ محمد نوح انا اندهشت من اختيار محمد نوح في هذا التوقيت لما عمل المهاجر احنا طبعا بنقرا في الجرايد مين اللي هيعمل وبنقعد بقى نشوف كل حاجه اي حاجه لخبر فني قد كده يوسف شاهين نجري نشوف اللي هيحصل وبتاع كان في ايامها بليغ وكان في كمال الطويل وكان في اسماء كتيره جدا بتعمل موسيقى تصويريه يعني فليه محمد نوح تحديدا يعني مع عظيم احترامي طبعا له وانا بحبه جدا بس ليه اختيار محمد نوح؟ الحقيقه مزيكا كانت عبقريه يعني كلنا اتفاجئنا بالمزيكا حاجه يعني واخد نوح لما عمل كاليجولا في فرنسا على المسرح في الكوميدي فرانسيز كان اول مره واحد غير فرنساوي مخرج يعمل مسرحيه في الكوميدي فرانسيز وعملت 96 عرض فل كومبلي 96 وكانت الموسيقى لمحمد نوح فكنت انت بتشوف في الكوميدي فرانسيز موسيقى محمد نوح
96 مره الله يرحمهم الاثنين يعني. نرجع بقى للستينيات بقى وانت بقى عامل فيها شاب صغير. لا لا انا بس يعني بقول ايه، انا اعتقد ان دايما الناقد الحس النقدي موجود طول الوقت. يعني انت قاعد دلوقتي بتبص لنا قاعد تقيمني كمذيع، انا عارف اوزع الاضواء ولا مش عارف، ده غصب عنك، ده سنس سنسك كناقد. انا اعتقد ان الناقد يعني غالبا لا يرضى خلاص. وانا فاكر الفيلم الشهير بتاع ستانلي كوبريك، حد يفكرني فيه، بتاع الاورنج كلوكورك اورنج، ده حصل معركه بينه وبين النقاد، من اروع الافلام اللي عملها ستانلي كوبريك، وضربوا بعض وكان كان حاجه شهيره كده. فانا اعتقد ان في نوع من انواع يعني يوسف شاهين صادم في اختياراته، وصادم اذا ما كانش الناقد على مستوى الصدمه اعتقد انه بيختلف معاه. وعلى فكره ده حصل كتير جدا في افلام يوسف شاهين حتى الاخرانيه. لو انت ده حقيقي مش كده؟ ده حقيقي. بس زي ما قلت لك يعني برجع تاني، هو فعلا برجع تاني هي نفس النقطه اللي كنت بقولها، ان افلام يوسف شاهين كانت مختلفه تماما غير اي حاجه بتتشاف، غير كمان غير فكره الاختلاف، ان هي كانت زي ما حضرتك بتقول الثيمز بتاعتها كانت صدمه جدا، سواء علاقته بالسياسه، علاقته مع النظام في فترات المختلفه، علاقته مع بعد كده في الفترات الاخيره مع التطرف الديني، وكان مع كل الانظمه ومع كل الثيمز ومع كان كل حاجه كان بيعملها بطريقه. انا هسالك سؤال وهنطلع فاصل وهنجاوب لي عليه بعد ما ارجع لهم، عشان انا دايما سؤالك بخليه للاخر يعني، عشان انت تقول هل علاقته التصادميه مع الانظمه كانت بتنسحب على علاقته مع الناس اللي بتكتب على افلامه؟ خلينا بس ده السؤال، هنطلع فاصل ونرجع لكم. غير المحطه ما تغيرهاش عشان انت حر. اتلمي بقى، مش عاوزك تنزلي الشغل. مش عاوزك تنزلي لي كده في الرايحه والجايه. لما كانت حياتنا متعلقه في شعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده، ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. أمانية يا حسام الدين أن يرفرف علم الوحدة على الوطن العربي كله. بهذه الوحدة، الوحدة فقط، نستطيع أن نحرر بيت المقدس العربية من أيدي الفرنجة المغتصبين. أعلن الحرب المقدسة تحت راية الصليب لاسترداد المدينة السماوية أورشليم. على زفت الخية أوعدك في لمح البصر آتون الشمس مش هيكون إلا ذكرى. نتفرج على روحنا، بنتفرج على الافلام ونحس ان قطع عزيزه من ذكرياتنا وحبنا للسينما وحبنا للوطن وحبنا ليوسف شاهين جاي من شويه الشذرات
من افلام نتفرج عليها مش كده يا جماعه ولا لا؟ ده بنتفرج طبعا. انت حكايتك غير حكايتنا، احنا بنتفرج ومستمتعين. لكن انت انا سمعت ان هو كان يعني قاعد تحكي حكايات انه كان بيعذبك طول الوقت يقعد يكلم. ايه بقى ليه؟ قول لي. لا هو مبدئيا شاهين كان حد يعني perfectionist او محب للمثاليه بشكل لا يصدق. انا بس عايز اقول اللي اشوفه بيقول شاهين هو معودهم انهم بينادوا كل حد باسمه. احنا نقوله الاستاذ بس هو بيقول له شاهين. اتفضل يا امير. يعني اذكر في حكايه مش هنساها في حياتي، مره واحنا بنخلص اسكندريه نيويورك وانا مسافر بالنيجاتيف والحاجات ورايح فرنسا عشان مراحل مونتاج الصوت والحاجات دي. يعني جه هو في عمليه كده كانت زمان بتحصل بشكل بقت بتحصل على كمبيوتر ليها علاقه بالصوت ومونتاج الصوت. جه قال لي انت خد نسخه سيناريو وسطر عليها على الجمل الدبلجت عشان مهندس الصوت يعرف. استاذ دي خلاص بقت كمبيوتر يعني. هو بيتفتح له تراك الدبلاج او الحاجات اللي سجلت في الاستوديو بعديها. قال لي لا معلش بس خد احتياطك. ملهاش لازمه فعلا. بعد يومين لقيت المساعد بتاعه ناصر بيقول لي الاستاذ بيسالك خلصت النسخه ولا لا؟ قلت له ناصر مش محتاجها. بعد شويه لقيته هو عامل نسخه ومسطر عليها بنفسه وبيديها. قال لي انا عملت لك النسخه اهو، انت كسلان ومش عايز تعملها. قلت له والله ماليها لازمه والله. سافرت فرنسا من غيرها، لقيت في يوم الشركه المنتجه الفرنسيه بتقول لي في دي اتش ال جالك من مصر. رحت لقيت نسخه السيناريو دي جايه لي. يعني هو طول الوقت مركز والان الحكايه دي ما تحصلش صح مهما مهما كان التخطيط، بس هو عارفها بالشكل ده. بس مع ذلك يعني الصوره الخطا اللي عند الناس ان هو ما كانش بيثق للنهايه. يعني لا هو كان بيبقى قلقان بس لا 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 بتعمل الحاجه كويس بيثق فيك بعد هو كده. هو عشان يجيب زي ما الاستاذ جابي بيحكي يجيب المصور السابع يخليه المصور الاول في فيلم مهم، ده دليل ان لا الراجل بيثق اكيد يعني ولو نظر. ايه حكايه الحامض اللي حط صبغه فيه دي يا عماد والنبي احكيها لنا؟ عشان دي بقى عشان دي تكمله للصوره اللي بيقولها الاستاذ جابي ان الشاطر اللي بيعرف في كل تفاصيل المهنه دي. كانت في بدايات معرفتي بيه قبل فيلم المهاجر في مرحله كتابه وتحضير فيلم المهاجر. كان هو كان عنده حاجه هايله جدا في رايي ان هو بيحب هو نفسه بشكل شخصي او اي حد ينضم للعالم الضيق اللي حواليه يبقى عارف في كل الاقسام. تمام. كان وقتها بيرمم اكتر من فيلم له، منهم فيلم الارض. وبيروح مدينه الانتاج فتعالى معايا يا واد. فخدني معاه كذا مره. هو قاعد بيجرب يشوف بيعمل انتر نيجاتيف ونيجاتيف جديد للفيلم وبيصحح الوان وهكذا. تمام. احدى المناطق في النيجاتيف ان هو كان في الالوان مش مظبوطه، فدخل المعمل نفسه المنطقه اللي المفروض ما حدش يدخلها بس هو كان مسموح له يتفتح اي باب اي حاجه طبعا. دخل وحط في الحوض اللي فيه الاحماض حط صبعه وده الحمض، وراح قال للفن المختص ده ناقص حمض كذا، ده انا مستحيل هعرف حمض ايه ناقص مهما قعدت معاه 20 مره مش هعرفها ولا انا ولا غيري. ناقص كذا يا احمر. كلمته الشهيره. كلمته الشهيره كلمته الازليه يعني. وجمعها احمره عشان نبقى كلنا عارفين مش يحميه لا احمره تحمره. وزود حمض كذا فعلا. زاد حمض كذا وجربنا عملنا طبعه ثانيه والامور كانت مظبوطه. فكان مصمم ان يبقى عارف في كل حاجه في قسم التصوير. يقف ممكن يتخانق مع مدير التصوير عشان كذا، لا مش هتحط كذا هنحط كذا عشان كذا مش هينفع، ويتناقش معاه. ما فيش قسم من الاقسام الا لما كان يبقى عارف. ده له علاقه بدراسته في امريكا ولا علاقه بشخصيه؟ تركيبه شخصيه. تركيبه شخصيه. انا هكمل النقطه اللي هو اللي قالها امير، هي مش موضوع عدم ثقه. هو كان عنده قلق دائم لدرجه انك انت اوقات بتاخد له يعني انا اشتغلت معاه كذا فيلم كم ساعه اول تروح له بالتفريغات فتلاقيه بيقارنها غير الشغل اللي هو بيعمله كمبدع وكمخرج عظيم والى اخره. قاعد طول الليل سهران بيعمل حاجه مش المفروض يعملها. مش المفروض يعمل تفريغات الممثل ده اللي كان مشهد وهصور في في المشاهدين بيعملوا ايه مش المفروض. فتروح فيكتشف غلطه عندك او ما يكتشفش او يقارن ده بده. بس تلاقيه دائما عنده كفر هو عامله لنفسه هو بيراجع عليه ويشوف مدى باي زاويه. هو ما بيشكركش. هو انت المفروض يعني ده الطبيعي. اذا كان هو بيعمل كده فانت مهما عملت انت هتعمل ايه؟ انت المفروض يعني. هو ممكن يعمل حاجه واحده يهزقني يهزق اي حد. انت يا احمد كذا 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 كذا. لكن انت المفروض طالما انت دخلت المنطقه دي يبقى انت هتعمل شغلك على احسن شغل كويس. وطول ما هو ساكت وودود ولطيف وحميم معاك يبقى انت معناها يبقى انت معناها عظيم عندي. بدات تطلع الدعبه. هل ده استاذ جيل؟ يعني هل دي طبيعه جيل وطبيعه فتره؟ هو طبعا يوسف شاهين اكيد له يعني طبع خاص ان هو يوسف شاهين، لكن انا يعني كتير قوي من الحاجات اللي بتتحكي برضو على الاسماء اللي انا قلتها عبد الرحمن الشرقاوي ومع حفظ الالقاب انهم كانوا مدققين جدا في كل شيء. هل دي كانت طبيعه فتره ولا انا 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 مش خبير بس بيتهيألي ان هي طبيعه فتره وطبيعه بياخد العمل بياخد الوقت اللي لازم ياخده. ايوه. فبيبقى فيه تفكير بيبقى فيه مراجعه بيبقى فيه اعاده تفكير بيبقى فيه كتابه. يعني مش زي النهارده احنا
ابتدينا بفكرة فنخش نصور وبعدين نشوف هيحصل ايه. العمل بيخلص بيتعاد بيتشاف. عشان كده قعدت في ذات سنتين تنتجوا؟ لا عشان اجهز لكم للسجن النساء. لا 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 ذات كان في ثورة. وانا لا انا موافق. لا بالعكس لا انا مع يعني حضرتك. هو عمل صعب جدا وعمل على مستوى عالي جدا. هو عمل صعب. وبعدين اللي انا بشتغل معاهم قاعدين في الميدان كل الوقت. مريم نعوم كامله. يعني انا اكلم مريم، مريم بكره هنجهز ان شاء الله، انزل الميدان الاقيها تحت. طب انت بتنزل وسايبها عايزه تشتغل؟ لا انا نازل ادور عليها. مش نازل عشان ارجعها. لا يعني هي يعني انا مش بس في الحاجات الفنيه. يعني احنا مثلا في المصير في مشهد بنحرق فيه بيت بتاع ابن رشد. ابن رشد المشهد قبل الاخير. المشهد ده احنا اتبنى البيت واتبنى كل حاجه، وقبل ما نحرق الاستاذ قاعد بيبص على كل حاجه. فقال لنا في الدور الثاني افتحوا باب هنا. قلنا يا استاذ بس في بابين مفتوحين، اول ما هيولعوا النار هينطوا من البابين دول، فما فيش مشكله افتحوا الباب هنا في الباب في الحيطه دي قبل ما نصور. حاضر. فتحنا الباب. لما ولعنا البيت البيبان اللي احنا عاملينها ما نفعتش. نطوا من الباب اللي هو قال عليه، كانوا اتنين هيتحرقوا فوق. يعني هو معرفش هي في دمه في يعني يمكن خبرته تقول لك احتمال لو اتنين ما فتحوش واحد يفتح. يعني هي في الاول وفي الاخر، هي في الاخر سنس. هي في هذه الصناعه السنس عنده كان عالي في زي ما اقول في جميع الاقسام وجميع المراحل. يعني قول لي يا استاذ السؤال اللي انا جاوبني على السؤال اللي انا جاوبته لك، وانا مش عايز اقول انت قلت ايه في البريك، وانا يعني مش عايز اخبص جدا، يعني لو ما قلتش هقول انت قلت ايه. لا هقول حاجه. قول. طيب النقد في العالم العربي خلينا نكون صراحة جدا مع بعض، وديت حاجة على طول التاريخ. في حاجتين دايما آفة بدفعهم. طبيعي انت فكرة النقد عامة هي فكرة سبجكتيف جدا، يعني حاجة مش موضوعية تماما. لان انت في عوامل كتير قوي بتأثر فيك، سواء عوامل تاريخك انت كشخص، عوامل معتقداتك، حاجات كتيرة جدا. بس في الاخر في زي جايدلاينز او يعني نقط موضوعيه انت في الاخر بتقيم الفيلم على اساسها. على اساسها. بعدين في نفس الوقت في نقطتين مهمتين قبل ما ادخل على الحته ديت. ان انت في نقطتين يعني او اطار من خلالهم بتنقد الفيلم. في اللي هو الفيلم السبجكت نفسه. الفيلم بيتكلم على ايه، والفن الحته الفنيه بتاعته عامله ازاي. دي جزء. وفي اللي هو الجزء الثاني اللي هو لا اسف اللي هو في فكره اللي هو الفن نفسه وفكره السبجكت نفسه. الموضوع نفسه. الموضوع نفسه. الاثنين موضوع ازاي حققته فنيا بالظبط. تمام. المشكله في النقد في العالم العربي، وديت كانت يمكن اكتر في كان واضح قوي في نقد الافلام بتاعت يوسف شاهين، ان النقطتين كان دايما دفعهم الايديولوجي البوليتيكال. الرؤيه السياسيه. الرؤيه السياسيه دايما كانت حاجه لحد دلوقتي موجوده في النقد في العالم العربي، والحاجه اللي موجوده اكتر في النقد المصري النزعه الاخلاقيه. فانت يعني طبيعي. انت معلش بس عشان افسر للناس، يعني عندما تختلف سياسيا مع وجهه نظر المخرج فانت ممكن تهاجمه. طبعا. ودي كانت قوي في النقد بتاع فيلم يوسف شاهين. فيوسف شاهين دائما عنده ايديولوجي في دماغه، عنده يعني انحياز سياسي ما قد يختلف مع النقد اللي بيكتب عنه، فكده الموضوع ما دخلش في الفيلم، دخل في المعتقدات السياسيه. بالظبط. اللي حضرتك عايز تقوله. بالظبط. والحاجه الثانيه اللي كنت بتقول عليها اللي هي الاخلاقيات. بالظبط. ان هو عنده دايما الناقد بيكتب وعنده محاذير اخلاقيه. بالظبط. وفي معتقدات اخلاقيه، يعني مثلا بص يعني انا فاكر في كان دايما النقاد، لان طبعا النقد في اوروبا وفي امريكا كان على افلام يوسف شاهين من الاول، من باب الحديد، حتى من باب امين. كان مختلف تماما في النقد في العالم العربي وبالذات في مصر. فمثلا كانوا حتى النقاد في اوروبا وفي امريكا دايما بيقولوا ايه مشكله النقاد المصريين، كان معين هو دايما كان بيقولوا ايه، لا هو غربي بزياده، لا هو علماني بزياده، لا هو فلسفي بزياده. بس في حقيقه الامر لما انت تشوف افلام يوسف شاهين دلوقتي مقارنه كمان بالسينما دلوقتي، لا هي افلام فيها سبب طبيعي، فيها حكايات اكسسبل جدا اي حد ممكن يقدر يستوعبها، فيها ابعاد كتيره.
بس فيها ليرز يعني فيها ليرز بالظبط. كل الناس تقدر تاخد الفيلم على مستوى بالزبط. مستوى فكري يعني بس على على الـ الـ الاسلوب السردي اللي هو البيزك هو اكسسبل جدا. بس زي ما قلت لحضرتك هو الفكره فعلا ان لما مثلا يكون كل اللي انت قلته في الانتراكت لو سمحت اللي هو عشان بس انا اصرح اقول اني طب هخليك تفكر تقوله ازاي لغايه ما ناخدها لفاخر عشان تقوله باكبر قدر من الدبلوماسيه عشان بعد كده ما تتملاش من الكتاب. يا معانا مدام هاله فاخر. يا مدام هاله يا مساء الخير يا دكتور ومساء الخير على كل الحاضرين عند حضرتك. مساء الخير يا حبيبتي يا بوجي وطمطم يا اللي نورتني في رمضان وعملتي احلى كلام في الدنيا. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. انت اشتغلتي في اخر افلام الاستاذ. ايوه ده حظي كان الحمد لله. هي فوضى صح؟ ايوه. قولي لي بقى كان بيعمل معاك ايه الاستاذ وكده وكان بيشتم برضه كده ولا ده ولا والله الاستاذ قال لي اول ما قال لي يا حماره عرفت ان انا كويس. صح كده خدت خلاص الكريدت ان انت بقيتي مقربه الى قلبي. بالظبط كده بالظبط. اصل انا في الاول فكرت ان هم ما بيقولوش حاجه خالص يعني ما بيقولوش مثلا ملحوظه بتاع فجيت جنبه كده قلت له يا استاذ هو انت خلاص فقدت الثقه ان انا ممكن اعمل كويس يعني؟ قال لي يا حماره. بس قالوا لي بقى خلاص كده مبروك وهتوت يعني. انت الفيلم نجح نجاح جماهيري يعني غير متوقع يعني يعني دايما افلام الاستاذ يوسف شاهين الناس بتبقى قلقانه من جماهيريتها. الفيلم ده تحديدا من وجهه نظرك ليه نجح جماهيريا كده؟ هقول لحضرتك هو افلام الاستاذ الاول كانت محتاجه ناس معينه تقولها علشان تبقى فيها كده حاجات من بين السطور وحاجات ما تبقاش سهله في نهايه الفيلم. لكن فوضى كانت حدوته عاديه جدا. رجل الشارع الستات البساط الناس البسيطه تفهمها جدا. وكان اياميها بقى كانت الداخليه بعافيه الحمد لله تعافت دلوقتي وبقت هي اللي حميانا يعني هي وربنا سبحانه. هنبقى ان شاء الله نكمل الحوار ده بس كملك يا يوسف شاهين. لا ما لازم اقول الفيلمين دول يا دكتور انت اتفضلي يا حبيبتي. بلس بقى ان الاستاذ خالد صالح كان عبقري وعبقري طبعا بس كان الفيلم ده فعلا كل الممثلين كانوا عبقره بصراحه. ومنة جميلة وهلا صدقي ويوسف الشريف ده كان تقريبا اول ظهور لي. انت اشتغلت مع الاستاذ الفيلم ده بس يا هلا؟ ايوه يعني الحمد لله يعني الحمد لله ان انت لحقت اشتغلت مع يوسف الشاهين يعني في السي في بتاعك. بالظبط كده بالظبط كده. وبعديها خدني الاستاذ خالد يوسف بقى في طبعا في حين ميسرة. دور عظيم في حين ميسرة. ربنا يخليك حبيبتي. متشكرين على المداخلة الجميلة وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب يا رب ودايما اسمع صوتك بخير. الله يخليك يا ميرسي يا حبيبتي. انت شايف ان هي فوضى السبب في انه كان حكايه عاديه ولا السبب في نجاحه انه كان ملتصق قوي بالواقع اللي تحقق بعد كده وحصلت الثوره؟ حضرتك جاوبت على السؤال يعني لا انا هقول لك على هي يعني هقول لك على هي فوضى. هو احنا حقيقه جه فتره الاستاذ ما كان الافكار يعني كان هو اتكلم على كل حاجه. فهو عاده كان بيطلع الفكره وبعدين بنقعد نشتغلها. اوكي. فوقتها انا لقيت انه في قفله مش العمليه مش ماشيه في الاخر. فقلت لناصر عبد الرحمن قلت له تعالى افكارك عندك ايه؟ فجي قال لي فكره واحد فكره اثنين فكره ثلاثه. جه قال لي في فيلم هي فوضى. قلت له ايه ده بقى هي فوضى الفكره؟ قال لي اللي هو حاتم كان حاتم ومش عارف ايه وامين شرطه وفاسد و و و وبيحب واحده وهو كذا وكذا. انا ما اعرفش كل الكلام اللي قاله نور كذا لمبه في, 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 في دماغي. تمام. منهم ان انا حسيت انه حاتم قريب من قناوي انه هو عقد جنسيه عنده عقد جنسيه. تمام. وعنده وعنده وعنده. وقناوي لما اتعرض ما نجحش جماهيريا. ناوي نجح دلوقتي. نجح دلوقتي. تمام. فانا حسيت انه الفيلم ده احتمال يبقى اخر فيلم للاستاذ لانه كان حالته الصحيه متدهوره. تمام. حسيت انه ده قناوي انه قريب من قناوي وقناوي بقى جماهيري. فانا حقيقه لما اتكلمنا على الموضوع ده انا كنت تقريبا واثق انه الفيلم ده قريب من الناس.
بحسك بالفكر اللي هو فيه بالراجل ده الأوزاي التاني اللي عنده الكابتن والأستاذ هيحب يعني ما يعني كان من جوايا كده. لا أنا حاسس عندك سنس ده بحكم معرفتك بين ده اللي هيعجبك إنه ده قريب وإن شاء الله يبقى جماهيري ولو كان آخر فيلم يبقى على القليل الأستاذ خلص بآخر فيلم جماهيري مع الناس. وفعلا عجبه لما عرضت عليه الفكرة. أنا بقى قلت لناصر انزل كده قول له الأفكار دي. فنزل قلت له بس ايه اكد شويه على حاتم عشان عايزين الموضوع يمشي. فنزل مفيش 10 دقايق طلع الاستاذ قال لي هي فاضي. يا سلام. وابتدينا من وراها السيناريو بقى. ما كانش في سيناريو ده ده مجرد زي سريت من تحت يعني مجرد افكار فكره ثلاث سطور ثلاث سطور بس ثلاث سطور وابتدى بعد كده الكتابه والمش عارف ايه والبتاع والكلام ده كله. لكن سبب من اسباب نجاحه زي ما بنقول يا عماد زي ما انت يعني كنا بنقول انه كان بيعبر عن واقع انتهى بثوره زي بالظبط ما حدث في الواقع مش كده؟ ده حقيقي وشأنها شأن يعني لو على مدار في الجغرافيا بتاعت الاستاذ كلها التجارب الكتيره جدا جدا بدايه من العصفور للابن الضال بما بعدها احداث اللي حصلت في الوطن العربي في اخر نص ثاني من السبعينات الحرب اللبنانيه يعني درجة استقراء الواقع الاستشراف دي او الشفافيه اللي عنده ان هو قادر يقرا كفنان الواقع هيودينا لفين. ممكن تخيب مرات ممكن تصيب مرات بس كانت معاه درجه كبيره جدا في العصفور في الابن الضال في هي فوضى ان حد قادر هو كان ملتصق قوي 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 بالناس جدا يعني احنا عشنا معاه كلنا بلا استثناء محدش يدعي ان هو كان اقرب مش عارف ايه كله كان بينزل الشارع وبيتعامل مع السايس وبيتعامل مع مش عارف مين ومع السواق مع كل الناس وعارف تفاصيل يجيب الحد اللي بيعمل شاي مش عارف ايه في ايه في البيت عندك عارف تفاصيل حياته ملتصق قوي بالحياه مشتبك مع المشاكل الموجوده سواء على مستوى الفكر على السياسه الادب الدين الى اخره. في النهايه الفنان وده احنا بنتكلم على فنان خاص جدا جدا بيقدر يهضم ده ويقول لك طب احنا اوكي ده هيلمس حاله كومون دلوقتي الناس قاعده ولا الناس في طريقها لانفجار ما هيش صدفه خالص ان يعمل فيلم زي ده ومش صدفه ان يبقى شاهين تاريخ ميلاده 25 يناير مش يا سلام يعني كلنا بلا استثناء 25 يناير يا سلام هذه الثوره مهداه الى روح يوسف شاهين وكلنا بيحاولوا يقولوا عليها مش ثوره بس احنا بنقول انها ثوره وبيحاولوا يهدوها ثوره ونهديها لروح يوسف شاهين. انت دلوقتي اسمك جو ولازم تبقى صريح زي جو فممكن بقى ده صريح جدا انا سبتك كتير بس عايزك مش بكتب في مصر اصلا فمش بتعرف خلاص قول لنا بقى قول لنا الكلام اللي انت قلته لا ولا حاجه يعني انت حضرتك عايز تقول ان هل النقد كان موجه بشكل كبير طبعا كان واضح جدا ان نقده كان موجه بس زي ما اقول لك ان برضو لما تعمل فيلم فيه شخصيه يهوديه معموله بطريقه برضو سيمباثيتك يعني تتعاطف معاه اكيد في ناس كتيره جدا كان لازم تهاجمه. لما تعمل شخص في شخصيه شاذه كنزيا برضو تتعاطف معاها اكيد لازم كتيره برضو ناس كده تهاجمه الحكم الاخلاقي اللي انت بتتكلم عليه بالظبط. لما سواء شخصيات حاجات كتيره يوسف شاهين كان من اكتر الناس المعارضين كام ديفيد وموضوع اسرائيل بتاع اكيد كطبيعي ان كان في صحفيين كانوا اتكلمنا حتى امبارح بالمناسبه يعني بمناسبه نور الشريف اللي شفناه اتكلمنا على ناجي العالي وان ازاي الاول الناس استقبلته كويس وبعد كده لما حصل خلاف على المستوى السياسي الراجل في يعني مؤسسه كامله قعدت شهرين بتهاجم نور الشريف على هذا المنوال يعني بالظبط. والحاجه زي ما قلت لك الغريبه اني كان في كل حته في العالم كانت الاحتفاء بالافلام بتاع يوسف شاهين كان مختلف يعني مختلف تماما اني مخرج كرامة للنبي في وطني زي ما بيقولوا بس طبعا ده مش حقيقي احنا الناس كلها هنا يوسف شاهين بيمثل ايقونه بالنسبه لل يعني زي ما تحس دلوقتي اختلفت في التسعينات اني وده كان برضو جزء من النظام اني فجاه النظام اكتشف اني ده يعني مع محتفى بيه عالميا محتفى اعظم يعني اعظم واكتر مخرج معروف في العالم العربي كله في التاريخ وده لحد دلوقتي اني مخرج استفيد منه بدل من عاديه طبعا. وبعد موضوع كمان كان واللي هو السنه اللي كان خد فيها اللي هو 97 دي كان حضرتك برضه صلاح لو غلط دي كانت السنه اللي خد إنجمار بيرجمان فيه احسن برضه كانت اللايف تايم اتشيفمنت اوورد كان في سنتها
لا مش عام مش 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 معلم هو ده الخمسيني يمكن بالظبط يعني انت كنت لكن في الاول وفي الاخر احتفاء العالم بيه خلى عندنا في عين يعني حصوت ملح في عين السلطه فتقوم بالظبط يعني فابتدت اللي هو يكتشفوا ان هو الموضوع يعني لا ده ده راجل ده يعني بيقولوا زي بيقولوا بالانجليزي يعني ناشونال تريجر ده قيمه كنز قومي كنز قومي نستفيد منه بالظبط يعني. بالظبط احلى الافلام بالنسبه لك اللي بتحبها ليوسف شاهين ايه؟ اسكندريه ليه؟ اسكندريه ليه؟ عماد يعني صعب اختصارها بس يعني لا يعني عموما يعني في افلام انت انا قريب لقلبي قوي قوي الاختيار الاختيار حاسس ان هو من الافلام المهمه اللي ما بتاخدش حقها في الرؤيه وفي التقييم بالنسبه لافلام الاستاذ يوسف اختيار ده على فكره كان عندي حسين فهمي هنا وكان حكالي ان يوسف شاهين كان منقيه يخرجه يخرج يعني عايز حسين فهمي اللي يخرجه حسين فهمي كان لسه راجع من امريكا كان عايزه يبقى مخرج يعني. عايزه يبقى مخرج مش عايزه يمثل هو مش عايزه يمثل وخدها لك حرام مش عايزه يخرج وبعدين حصل مشكله كده فهو قرر كان يوسف شاهين هيمثل مطرح عزة العلايلي وحسين فهمي اللي هيخرج وبعدين حصل كده لخبطه فقرر هو يخرجه يعني حكى لي هذه القصه يعني بس هو فيلم صعب على فكره قوي قوي وقريب لقلبه باي ذا واي يعني قريب لقلب الاستاذ بشكل غير عادي طب ازاي نقى عزة العلايلي تحديدا بتيجي نسال عزت عزت معانا يا ريت يا استاذنا انا بقول عزت بما ان احنا اصدقاء يعني بس انت الاستاذ الكبير يعني الو مساء الخير مساء الفل يا استاذ اهلا بيك يا حبيبي ازيك انت ازيك يا استاذ عزت دلوقتي بنسال الاستاذ عماد البهات المخرج فبنقول له احب افلام يوسف شاهين الى قلبك فقال الاختيار يا سلام ده راجل عنده ذوق جميل جدا انت ايه رايك يا استاذ في هذا الاختيار يعني هل انت رايك ان ده من الافلام المختلفة في مسيرة يوسف شاهين افلام فيلم اختيار فيلم له وقع ونقاط معين وزمن معين وانعكاس لفترة من اهم الفترات اللي مرت بها مصر اللي هو بعد النكسة اللي احنا اشتغلنا في الارض بعد النكسة على طول 67 ولما حصلت النكسة وكان في كلام كتير جدا بيقال سياسيا واجتماعيا فلسفيا وهو الى اخره بتاعه وكان موجود اريك رولو الراجل الصحفي الكبير اللي هو رئيس تحرير لوموند الفرنساوي وهو مصري ومعاه الجنسيه المصريه كان دايما يتردد على مصر وعرفني عليه يوسف شاهين وكنا دايما احنا الثلاثه ولما نقعد نتكلم على النكسه واثارها وهو كان بيعكس راي اوروبا في مصر والمصريين وكيف ان هذه النكسه لن تؤثر في مصر اطلاقا مهما كانت ولا في الشخصيه المصريه. من هنا نشات فكره ان احنا نعمل حاجه لابد نعمل حاجه. فبيني وبين يوسف قعدنا نتكلم كتير جدا جدا وقلت له اسمع يا جو انا عايز اقول لك حاجه اللي هيخدمنا في الحكايه دي كويس جدا ونقعد نحكي له ونملى دماغه نجيب محفوظ. قال لي والله فكره. نجيب محفوظ وقتها كان موظف وزارة الثقافة في قصر عيشة فهمي في نفس المكان المقيم فيه دكتور سرط وكان تمام فرحنا له وقعدنا نحكي له حدوته من وجهة نظرنا احنا وطبعا الانعكاس السياسي والاجتماعي على مصر وشكله في اوروبا شكله ايه وتأثيره على الشخصية المصرية وهل الشخصيه المصريه انقسمت وفعلا كان حصل انقسام في الشخصيه المصريه في هذه المرحله بالتحديد ويعني انقسام كلي مش جزئي بس انقسام جزء كلي وانت طبعا انت راجل اديب وفاهم الحكايه شويه دكتور مدحت. فقلنا له احنا عايزين نعمل الموضوع عايزين نعمل فيلم على الحكايه دي. فقال طب اسمع يا عزك انا عايز اقول لك حاجه سيبني 15 يوم ويعني خلينا اتمخمخ في دماغي كده وبعدين تعالى نشوف انت ويوسف تعالى نشوف نعمل ايه وبتاع. ف رجعت له كمان 15 يوم انا ويوسف وبتاع لان كاتب موضوع في صفحتين حاجه خرافيه جدا 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 اللي هو اللي انت شفته على الاشتراك يعني انا اول مره يعني الاختيار قصه نجيب محفوظ انا اول مره اعرف هذه المعلومه على فكره طبعا 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 طبعا
طب انت عايز يوسف شاهين هيضغط عليا نجيب محفوظ يعملوا ايه يعني؟ النادي النادي احاء من 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 يوسف ومني انا شخصيا. واتفقنا على ان يوسف هو اللي هيمثل الشخصيه. انا بحكي لك حكايه من اول كان عندكم وقت يعني اللي انا قلتها اهو. اتفضل يا استاذ. ف يعني ابتدى يوسف يستعد وبتاع على اساس ان انا المخرج اللي ورا الكاميرا بنفس السيستم اللي عمل فيه باب الحديد ان هو بيعمل الديكوباج وانا بنفذه ورا الكاميرا وانا رؤيتي انا في الكاميرا وابتدى يستعد وخلاص كل حاجه وفجاه لقيته قال لا مش همثل. قلت له الله انت ترجع في كلامك؟ قال لي اه خلاص لا 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 ده حاجه مرعبه لا 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 مش هعمل حاجه. قال طب هنعمل ايه يا جو؟ قعدنا في حي صبايص قعدنا رحنا لرشدي اباظه ف حكايه. المهم رشدي رفض وحاجات كده وبتاع فرحنا قلت له في شاب ممثل على محمود ياسين كمان مسرحيه اسمها جيفارا على جيفارا على المسرح ليلة مسرح جيفارا بالظبط كده. فراح واتفرج وقال لي بس هو ده اديني نسخه بقى وحاجات زي كده. فانا اديت لمحمود نسخه وقلت له ويوسف قال لي خد المؤسسه مضيه يعني خلاص مؤسسه السينما خدته فعلا ومضيته وخلاص هيعمل. المهم يوسف عرف ان هو هيشتغل في نحن ننزع الشوك. قال لا حد يشتغل معايا في فيلمين مره واحده لا انا فيلمي انا. فراح لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم رجع عبد الحليم عامل اختيار. ايوه بس اسمع والله اسمع ده حاجات جميله والله يا استاذ اتفضل. بقول لك حكايه جميله جدا. اتفضل. رجع قال لي قلت له انت رحت فين؟ قال لي رحت لعبد الحليم. قلت له عبد الحليم ايه اللي جاب عبد الحليم الاختيار؟ ده شغلانه. فقال لي ما هو قال لي كمان قال لي انا ما يعني انا قلت له ما بس ما فيش غنى. قال له ازاي ما فيش غنى؟ قال له طب ما انت قال له طب ما انت عمال تغني طول عمرك اعمل حاجه يا اخي ما فيش غنى. المهم قعدنا في حي صبايص ما عندكش فكره وانا بقى هتجنن انا عايز اخرج. يعني عايز اقف ورا الكاميرا يعني عايز اي حد يمثل وخلاص مش مهم تخرج. ايوه يعني خلاص بقى يعني قلت يا جو اقنعه مفيش فايده. وبعدين الست قال لي خلاص انت اللي تعمل دور. تعمل دور ازاي؟ قال لي مين اللي كاتب؟ مش انت اللي كاتب؟ قلت له اه. قال طب ما مين اللي هيعمل؟ انت مجنون؟ انت اللي هتعمل الدور. وكان وصارت المساله. استاذ عزت يعني عايز اقول لك ان هذا الفيلم الواحد لا يمل من رؤيته ولغايه دلوقتي الواحد وهو بيتفرج عليه عايز يشوف ما وراء وتاني وكل ما اتفرج عليه اكتشف طبقه تانية من المعرفه ودي قيمه الحياه العمل العظيمه ان انت لما تتفرج عليها وانت سنك 20 غير لما تتفرج عليها وانت سنك 40 هو كمل بعد كده لغايه ال 40 وكفايه يعني اكتر من كده كتير يعني. الميزه اللي فيها دكتور مدحت صدق الرؤيه يعني. استاذنا نورتنا ونتمنى تبقى موجود معانا ضيف عزيز مكرم وساعدنا هذه المداخله الجميله هذه القصه الرائعه. شكرا يا استاذ عزيز. حياتي لضيوفك. الله يخليك يا استاذ. متشكرين يا استاذ متشكرين. لو الاستاذ يوسف شاهين موجود دلوقتي في ظل هذه الظروف قول لي كان هيبقى رد فعله ايه في اللي احنا عايشينه ده؟ لا ما اقدرش اعرف يعني. هو كان دايما يفاجئنا باللي بيعمله يعني بيكون انا فاكره تحت بيشتغل الاقيه في المظاهره يكون انا فاكره في المظاهره الاقيه لا بس راح جزيره الذهب يعني هل هي صدفه ان 25 يناير يوم عيد ميلاده ده اكيد متظبطه من عند ربنا كده ولا ايه؟ لا يعني هو كنت هتلاقيه من اول الناس في الشارع طبعا اول الناس كان هتلاقيه اكبر خيمه في الميدان كنت ده بكل تاكيد زمانه لمنك وكان هيبقى قائد الميدان ده بكل تاكيد مش كده يعني لانه كان معارض سياسي قوي جدا لنظام حسني وعندنا خيم في المكتب في عندنا خيم في المكتب فبالتالي انا كنت متاكد ان هو هيبقى هناك يعني كان عذبنا كنا تعذبنا بس كان هينزل يصور وكنت هتلاقي اول فيلم اتعمل بكل تاكيد مش كده بكل تاكيد جنازه ام كلثوم وجنازه طب كل ده متصور كل ده بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا جدا وانا عافيتك من الاجابه عشان برضو يعني اكل العيش حلو وبتاع كده بس متشكر جدا يا جوزيف نورتنا امين نورتنا ومتشكرين استاذ عماد اهلا وسهلا بيك نورتنا. وطبعا اجمل حاجه في الدنيا القعده دي ان احنا طول الوقت بنجيب سيره يوسف شاهين
فاقول لك كمان مره بنحس ان احنا معجزين، حتى انت حاسس انك عجوز جزء. احنا فاصل وهنطلع ونستقبل بعد كده الفنانه الجميله دره، استنانا او متستناناش عشان انتحر. خايفه صرحك فيها من ساعه ما عرفت كمان مش عايزنا نتسلى. ليه ليلى ليلى عينا ليلى ليلى عينا ليلى ليلى عينا ليلى ليلى ايه ما يغركش اني ولية؟ لا ده انا بنت سوق وفاهمه ومدقدقه، والاشكال اللي زيك وردت عليا كتير. انا ولا هخربش ولا انتوا تنانوا عليا في الراحه والجاي، بكفاياكوا بقى، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي يا شيخه انت وهي، سيبوني في حالي بقى. رجعنا لكم، وطبعا زي ما بيقول ختامه مسك بعد كميه الرجاله الكتير اللي كانوا موجودين معايا الفنانه الجميله دره. ازيك يا دره؟ ازيك؟ تمام الحمد لله. الدنيا كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا دكتور. مبروك النجاح الجميل والرائع لمسلسل سجن النساء ودورك الجميل فيه. ميرسي. الف مبروك. ميرسي. شكرا. بما ان النهارده احنا بنحتفي بيوسف شاهين، قولي لنا انت اشتغلتي اول فيلم في مصر واخر عمل ليوسف شاهين، ومن العمال اللي نجحت جدا هي فوضى. ازاي بقى اختارك يوسف شاهين انت بالذات دون عن جميع الممثلات؟ والله انا متهيألي لولا الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه طبعا يمكن ما كنتش عملت كارير في مصر. يعني انا كنت بفكر كتير ان انا اجي مصر، كنت بمثل في تونس قبل كده، وبعدين كنت خايفه اجي وادخل من باب صغير يعني او اعمل حاجه ما تبقاش قد كده فما كملش، ما يعني ما اعرفش يعني كنت خايفه. وبعدين لما جيت قلت انا ما كنتش عارف ناس كتير، بس يعني كنت عارف شويه ناس، وقلت لهم انا عايزه اقابل يوسف شاهين، يعني نفسي، انا معجبه جدا بافلامه من زمان، وعمري ما يعني ما كنتش اعرف حتى ان هو بيحضر فيلم هي فوضى خالص. ما كانش عندي المعلومه دي، ويعني كنت عايزه اتعرف عليه قبله كيوسف شاهين. اشوفه كيوسف شاهين بس يعني اقول له انا ممثله تونسيه وخلاص يعني. فروحت افلام مصر العالميه وفعلا قابلت استاذ جابي خوري اللي كان قاعد هنا، وجبت صور وحاجات وسي في وحاجات كده. فتاني يوم كلموني قالوا لي الاستاذ هيقابلك، واداني ميعاد فعلا. فقابلت الاستاذ وكان بسيط جدا، وقعدنا وشربنا نسكافيه وبيهزر، ويعني جميل يعني بجد. يعني عارف العبقريه بتكتمل بالجانب الانساني على طبعًا فكره يعني طبعًا. وده لاحظته في كذا مع كذا مخرج متميز اشتغلت معاهم. تحس انه بسيط، مفيش بقى لان يعني زي ما بيقول في بيت شعر كده مشهور بيقول ملأ السنابلي ينحنين تواضعا والفارغات شوامخ. السنبله المليانه تلاقيها مطيه لانها مليانه، والفاضيه تلاقيها عامله كده. فهو لانه يوسف شاهين تعوض بالظبط كده، فده يوسف شاهين هو طبعا مش محتاج يعني. تمام. فبس فقال لي انا محضر فيلم هي فوضى، وانا شايفك في دور، وتعالي اعملي كاستنج. طبعا انا ما يعني ما صدقتش. فطبعا رحت وكل حاجه، وبعدين رجعت تونس، ما كنتش لسه استقريت في مصر ولا حاجه. رجعت وبعتوا لي فعلا الدور. لما قريت طبعا لقيت سيناريو رائع يعني اللي كاتبه ناصر عبد الرحمن. بس دوري لقيته صغير شويه. قلت يعني معلش ما كانش عدد، بس يوسف شاهين طبعا عدي حتى من قدام الكاميرا معاه، اطلع طبعًا مشهد معاه مش مشكله. فطبعا جيت وعملت الدور معاه، وهو الحقيقه كان بيحبني جدا، وانا يعني بحبه فوق الوصف. فكنت اتمنى ان انا اشتغل معاه اكتر من كده، حاسه ان انا ما شبعتش، حاسه ان انا ما يعني احنا كجمهور ما شبعناش يعني جدا. كل الافلام اللي عملها دي واحنا كجمهور كنا مستنيين يوسف شاهين الانسان في الثورة، كنا مستنيينه في وجهة نظره اللي بيطرحها طول الوقت. وهو هو عظمة يوسف شاهين انه متسق مع نفسه يعني جدا. هو يوسف شاهين الانسان، هو يوسف شاهين الفنان. صح. وانت طبعا ابتديتي من سابق عصره على فكرة جدا في السينما اللي قدمها في كل الفترات وكل طب المراحل. طب انا عايز اسالك، انت ممثلة شابة وجاية بتدوري في مصر على الانتشار، صح؟
يعني الطبيعي ان انت ما تيجي تفكري في حد غير يوسف شاهين، لان يوسف شاهين افلامه قبل هي فوضى افلام كتيرة جدا بتنجح على المستوى مثلا العالمي وياخد مهرجانات بس بتنجحش جماهيريا. فالرؤية دي مش غريبة شوية على شابة جاية مصر من اجل الانتشار؟ والله انا كان هدفي مش بس الانتشار، يعني الانتشار مع اعمال جيدة واعمال قيمة. الانتشار جاي يعني قصدي يعني يوسف شاهين ده ما يتفوتش، دي فرصة بعد كده جاي اكيد يعني هيتعرض عليا حاجات تجارية اكتر، واكيد هعمل افلام مختلفة وهعمل حاجات تتشاف اكتر. والمفاجأة انه هو الفيلم كان تجاري، يعني المفاجأة انه الفيلم نفسه نجح جماهيريا وتشاف كويس قوي. وبرضو انا ما نزليش يعني ما كانش اول حاجة تنزل، كان اول حاجة صورتها بس صورت بعدي فيلم الاولى في الغرام وفيلم الحب كده، ونزلوا قبلي وكانوا افلام جماهيريه جدا يعني افلام تجاريه. اولى في الغرام طبعا كان تاليف الاستاذ وحيد حامد واخراج استاذ محمد علي، والحب كده ده كان مع حماده هلال وكان اخراج اكرم فريد، وكان فيلم لايت تجاري مع اطفال وفيلم اطفال وكده. فيلم حلو ولذيذ. فيعني فحاولت اعمل تنوع يعني كده يبقى فيه برده، وعملت برده مع استاذ يسري نصر الله جنينه الاسماك اللي هو فيلم يعني شويه خاص وفني اكتر يعني. بس برافو عليك ان انت يعني، او مش برافو، ربنا عايز ايه يقولك انت ابتديتي من حيث يتمنى ان ينتهي الاخرون، يعني ناس تتوج مشوارها الفني بفيلم ليوسف شاهين. صح، انت ابتديتي بيوسف شاهين. والله بس انا حاسه في ناس كتير بتبدا مع يوسف شاهين، يعني هو طول عمره بيكتشف طبعاً مواهب ونجوم وبيطلع. كان معانا استاذ يوسف محي الدين دلوقتي طبعا، وهو واكتشاف يوسف شاهين على فكره الدين ده يعني حكايه لطيفه جدا، ان هو جابه وقال له روح هات اتنين اصحابك يمثلوا يعني. من اجمل الممثلين يعني طبعا والنجوم، وبرده يعني هاني سلامه وخالد النبوي وحنان ترك يعني ناس كتير شباب كتير جابهم يوسف اكتشفهم. انا شايفه ان هو بيشوف حاجه معينه في الممثل، اصل انا حتى لما اختارني ما كنتش عارفه هو يعني ايه سبب برده، وكان في اكيد ناس كتير. هو عنده عين، هو عنده عين، وهو بالنسبه له العينين عند الممثل مهمه جدا، جدا، وان العين تكون معبره والتلقائيه في الاداء، انه الواحد ما يمثلش يعني. ما استغربش ان انت بتتكلمي مصري زيه زينا كده وزي اي حد. هو قال لي كنت ساعتها مش بتكلم كويس قوي زي دلوقتي، بس كنت يعني بتكلم مصري بفهم، بس قال لي انا ماليش دعوه تعملي ايه، اتصرفي بس هتيجي تتكلمي مصري مصريه قدامي ماليش دعوه يعني. عملت ايه بقى؟ والله اللي عملته بكل بساطة يعني أنا شايفة أن ده يمكن الصح أكتر. اختلطت بالناس. أني اختلطت بالناس بالظبط كده طبعا. يعني أصل فكرة أن أجيب حد وكوتش ويصلح لي ولا لا 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 طبعا الاختلاط طبعا بالناس مفيش زي يعني أي لأي لغة أو لأي لكنة أو أي لهجة. أنا لاحظت حاجة غريبة يا درة، في البلاد المغرب العربي كله البنات بيتكلموا مصري بسهولة جدا، الولاد لأ. هل ده عشان بتشوف التلفزيون اكتر؟ عشان يمكن البنات بيحبوا اكتر المسلسلات والافلام والحاجات دي العربي يعني المصري، متعلقين بيها اكتر، بيسمعوا الاغاني اكتر. مش كده، فده اللي مخلينا بيساعد. احنا اقرب شويه. بيساعد. هند صبري برضو بتتكلم مصري صرف يعني. ايوه. هتلاقي احنا مثلا البنات الولاد بقى يعرفوا الكوره ومش الكوره. بالظبط يعني انا اصحابي يعني كلهم الولاد في تونس مثلا وكده، الكوره ومش عارف ايه، ودايما المنافسه بقى الكرويه ما بين مصر وتونس. وحافظين هنا يعني انا اسامي ما اعرفهاش يعني، اسامي بقى اللعيبه المصريين والزمالك الاهلي وكده حاجات دي. احنا بقى البنات لا، تلاقي بقى عارفين الممثلين الممثلات المخرجين اكتر يعني. طب قولي لي انت في صديق العمر عملتي دور برلانتي عبد الحميد. تمام. برلانتي عبد الحميد انت اولا قريتي مذكراتها؟ هي عامله مذكرات حلوه قوي. قريتها طبعا. وده من اكتر الحاجات اللي حببتني في الدور. اعتمدت عليها. اعتمدت عليها. المشير وانا وطريق الى قدري. لا كان يعني لما قريت مذكراتها شفت شخصيه تانية خالص غير اللي في الذاكره من الافلام المرويه. بالظبط كده. يعني عارف هو
الانسان دايما لما بيكتب هو مذكراته بيبقى حاجه نابعه منه هو. فانت بتشوف جواه بقى، بتشوف شخصيته الحقيقيه لانه، ولا بتشوف شخصيته اللي عايز يظهرها للناس. ما هو يعني اللي عايز يظهرها دي في جزء منها حقيقي اكيد، اكيد في جزء حقيقي يعني، بس اكيد في جزء تزويقي يعني، فاهمه ازاي؟ طبعا يعني طبعا. لازم انت يعني كل ما قاسنا خاصه ان احنا في العالم العربي لا نملك شجاعه تقديم سيره ذاتيه عن روحنا صح، الا يوسف شاهين. أيوة. فطبعا اكيد هو بيطلع نفسه بعيوبه كمان. بالظبط. فهل ده برضو ما يعني ما كانش يعني ما كانش ده الطريق الوحيد ان انت تعرفي عن برلانت؟ شفتي افلامها مثلا؟ اكيد شفت افلامها اكيد. ما كانش الطريق الوحيد بس. هو المسلسل اصله ما بيتناولش خالص حياتها كفنانه. لا انا فاهم. علاقتها بالمشير. هو علاقتها بالمشير. فعشان كده انا حاولت اركز اكتر في علاقتها بالمشير وفي حياتها الشخصيه. احنا ما نعرفش عنها حاجه قوي يعني. تمام. للاسف زمان ما كانش فيه داتا كتير، ما كانش فيه برامج كتير بيظهروا فيها الفنية. ما فيش غير كتابها. بقى ما فيش غير كتابها، وكان فيه انترفيو واحد ليها كده موجود في لما كبرت كمان، مش وهي شابة صغيرة يعني. فكان الماتيريال مش كتير قوي، فحاولت اتخيل يعني الشخصية دي عاملة ازاي. واكتر حاجة يعني كانت تهمني قصة الحب بينها وبين المشير يعني. ازاي حبوا بعض وارتبطوا ببعض، وازاي هي برضو سابت الفن ساعتها واتجوزته، وكان جواز في السر، وكان طبعا في مشاكل كتير حواليه. هي الرجل الثاني في الدوله المصريه. الرجل الثاني في الدوله المصريه طبعا. طب احنا معانا بس تليفون من السعوديه عشان انت عارفه المكالمات بتعد. فمعانا نجات من السعوديه. اهلا يا نجات. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مدام نجات، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يرضى عليكم. صراحه البرنامج رائع، انا بتابعه يوميا بسهر معاك. الله يخليك يا رب، متشكرين يعني يا مدام نجاة. رائع جدا جدا، متنوع. بس طبعا الفنانة الجميلة اللي جالسة قدامك دلال في سجن النساء رائعة. ميرسي. رائعة. شكرا. رائعة. شكرا. يعني ما اقدر اقول غير انك ما شاء الله عليكي اديت الدور بامتياز. شكرا. والله ما صدقت من قالوا لي انك تونسية، ما انت مصرية. شكرا لك. مدام نجاة، احنا اولا يعني ما تعرفيش احنا سعداء قد ايه اصلا ان حضرتك يعني في السعوديه بتتفرج علينا جدا، واهالينا في السعوديه بيتفرجوا علينا. انت عارفه في كل الدول العربيه، انت تعرفيش يعني السعوديه دي بالنسبه لقلوب العرب كلهم عامله ازاي، واهل السعوديه. وانا بموت في مصر، انا عشت في مصر اصلا ودرست في مصر، بس لما تقاعدت السعوديه. المهم يعني وبعدين عجبني جدا فستانك التصميم، لابسه الشماغ اللي هو الكوفيه اللي تعتبر سعوديه وفلسطينيه، فلسطينيه وبدويه. يا سلام يا مدام نجات، هو ده الفرق بين الستات يعني. ده الفرق بين الستات والرجاله، انا ما خدتش بالي غير لما انت قلتي. شوف الفرق. لا دي اول حاجه لاحظتها. ميرسي. اول حاجه لاحظتها. عمو انا بهنيك دكتور مدحت. الله يخليك. وبعدين في نقطه بس، امبارح كان معاك الولد والبنوتة الصغيرة. أيوة. كانوا رائعين جدا. الله. وحتى المخرجات اللي هم اللي حقنا الأفلام. فده حلو جدا إن البنات ابتدوا يبانوا. يا سلام. ما بيختفوا زي زمان. مدام نجاة احنا الله يعطيك العافية يا درة، أنت فعلا درة. شكرا. الله يخليك يا مدام نجاة، ميرسي جدا جدا، وتحياتنا لأهلنا في السعودية. شكرا يا مدام نجاة. معانا فيفي من القاهرة. يا فيفي. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا. ايوه مساء الخير. مساء الخير، سامعيني يا فيفي ومعاك الفنانة درة. طيبين، وبحيي مدام درة كتير. انت طيبة حبيبتي. انت طيبة. وبحييها وكل سنة وهي طيبة، وادوارها كلها جميلة متألقة. شكرا. وبساطة عينيها في المسلسل، لبسها، كل حاجة، كل حاجة كانت جميلة ورائعة، وكل وبنتي فيها شبه مني. والله ربنا يخليها لك يا رب. بنتي تطلع احلى مني واحسن مني ان شاء الله. وانا بحبك وكلنا بنحبك، واهلا بيكي في مصر. ميرسي يا حبيبتي. وانا كمان ربنا يخليك يا مدام فيفي، وربنا يخليك بنتك.
ببسط قوي. في ناس كتير بيقولوا لي مثلا بنتي شبهك او بناتي بعتوا لي. اصل انت شكلك مصري قوي واخده بالك، فاكيد شكلك مصري عربي ففي كتير شبهك عربي. ما هو ده عشان كده. بس برضه دي بتبقى كله بس يعني شفت بقى بس الستات بياخدوا بالهم من التفاصيل طبعا بياخدوا بالهم من التفاصيل. وانا خدت بالي دلوقتي من خلال المكالمتين اللي حصلوا ان مش بس ياخدوا بالهم من التفاصيل بقى يعني وانا قاعده كفنانه ضيفه ولابسه لا، من تفاصيل الاداء في في المسلسل. يعني الناس بقت بجد فاهمه اكتر في فن التمثيل. هو بقت دي المهمه اللي انت قلتيها دي. فعلا يعني بياخدوا بالهم، يقول لك يعني نظرات العين والاداء والتعبير ودور دلال ودور وان انت ليه دور. ليه الناس تطور مفهومها؟ حتى بقى الناس بتبدا تتكلم في يقول لك السيناريو ده الكادرات صح الديكور ده في ناس بتطلع غلطات راكورات كتير كتير جدا. ليه التغير ده حصل تعتقدي ليه؟ متهيألي يمكن الثقافة السينمائية يعني زادت شوية يمكن عند الناس أكتر. الثقافة البصرية لأنه التلفزيون بيوصل لكل الناس. زمان كان لازم ينزلوا ويروحوا سينما فده ما كانش كتير يعني وما كانش كل الناس تعدد القنوات تعدد القنوات دلوقتي والقنوات كمان التنوع اللي فيها بتعرض أفلام عالمية وبتعرض أفلام عربية وبتعرض مسلسلات كتير في مجال المقارنة وإن أنت تشوفي فرايتي كتير بالظبط. بقى في فرايتي حتى في الدراما، بقى في فرايتي مش مسلسل العربي بس، في يعني مسلسلات تانية من كل البلاد. السنة دي عملت صديق العمر وعملت سجن النساء. فأنا يعني مبسوطة كمان يعني المسلسلين طبعا الحمد لله يعني نجحوا وسمعوا. وبالنسبة لسجن النساء يعني مفيش حد ما بيتكلمش عليه يعني فاهم قصدي يعني عمل صدى بره مصر على فكره كبير جدا. ما هو بره مصر وده مش كل اللي يعني احيانا احنا في مسلسل بينجح قوي في مصر بس ما تلاقيهوش نجح قوي بره مصر. وفي اعمال يمكن ما بتنجحش قوي في مصر بس تلاقيها عامله مردود اعلى في الوطن العربي. لا سجن النساء الحقيقه حقق معادله كده يعني الحمد لله. انت رايك ايه في كامل ابو زكري اللي اشتغلت معاه؟ يعني مخرجه عبقريه انا بعتبرها الحقيقه يعني بدون اي مجامله ومش عشان اشتغلت معاها، انا بعتبرها من احسن ومن افضل المخرجين مش المصريين بس العرب يعني الموجودين دلوقتي. طب انا عايز اقول لك حاجه لفتت نظرنا في صديق العمر. وصديق العمر بيتكلم عن حقبه مهمه في تاريخ مصر، فاللي بيعمل دور جمال عبد الناصر فنان الصديق طبعا جمال سليمان سوري، واللي بيخرج سوري يعني مصر فلسطيني، واللي بتعمل بلانت عبد الحميد تونسيا، شايفه ان الوحده العربيه اتحققت في صديق العمر ولا يعني يعني بص هو طول عمر الوحده العربيه هي بتتحقق في الفن بس مش كده؟ طبعا من واحنا صغيرين بنشوف افلام فيها. هل ما كانش ده مثار انتقاد مثلا علشان اللهجه ما كانتش مظبوطه في حاجات وكده؟ هو كان طبعا هو بص انا مع جدا ان طبعا يبقى احنا كعرب نشتغل مع بعض ونعمل مسلسلات، وبان احنا بنعمل مسلسلات في مصر وبنعمل ادوار مصريه فلازم يبقى في اتقان 100% في اللهجه. يعني اللكنه لازم تبقى مظبوطه جدا عشان اصدق عشان يبقى فيه مصداقية يعني ده قبل الأداء والتمثيل وكل حاجة يعني عشان زي ما هي قالت يعني لازم مش بس الأدوار، أصل في أدوار كمان من فئات شعبية جدا يعني في أدوار من القاع في لازم يكون المصري يعني لما أنا يجي أعمل بنت البلد المصرية لازم أتصدق، ما يقعدوش يفكروا يعني خلاص يشوفوا الشخصية ما يشوفوش بقى دي بالظبط أنت جاية منين، من هنا دي مش درة دي فلانة يعني دي دلال ولا دي سماح ولا فهي دي مهمة جدا نقطة مهمة طبعا يعني شخصية طبعا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر ده يعني اكتر بكتير من اي شخصية تانية لازم يكون فيه لان هي شخصية معروفة عند الكل ومحبوبة وليها مكانة كمان ممثلين احمد زكي وبتاع بالظبط وعملوا ممثلين كتير يعني. بس هو يعني مش ملك لحد معين يعني كل طبعاً الممثلين طبعاً بالعكس ممكن يعملوا دور او كل المخرجين ممكن يخرجوا عمل ما كانش انتوني كوين عمل عمر المختار يعني بالظبط كده يعني انتوني كوين عمل وابدع في عمر المختار طبعاً وبعدين مثلا في هوليود ما فيش المعادلة اللي احنا بنتكلم فيها، ما بيذكروش ان بانيوبي كروز دي اسبانية وانتونيو بانديرس اسباني وان نيكول كيدمان او شارل ستيرن استرالية نفسه ما بينطق انجليزي بينطقه بلكنة اسباني ما تقوليش ان ده امريكاني ابدا في في لان في ادوار بتبقى عايزه كده يعني ممكن انا اجي في دور في فيلم مصري بس هم عايزين دور تونسيه او مغربيه او يعني جزائريه او حاجه زي كده ساعتها يبقى في لكنه بس لو انا دوري مصريه لازم اكون مصريه
يعني لازم يبقى بيرفكت يعني. يا اما ما كانش يوسف شاهين جابك يعني، ما كانش قال لك روحي اتعلمي. اكيد اكيد لا. وبعدين انا بعد فيلم الاستاذ يوسف شاهين، بعد هي فوضى يعني، هي فوضى كنت عامله شويه البنت اللي هي فتاه ارستقراطيه شويه. انما بعد كده عملت الاوله في الغرام. طبعا شفت، انا شفت الرياضة الغرام، كنت شعبية تماما الحقيقة. ان الاستاذ وحيد حامد اداني فرصة يعني، كان ممكن برضو اخد وقت ان انا اعمل دور البنت الشعبية. يعني يفضلوا بقى يحطوني في كاتيجوري عشان انا يعني مش يعني ايه الحظ، بسم الله ما شاء الله يعني، مش بقرة لحاجة. يوسف شاهين وحيد حامد يعني على طول الامور الحمد لله. والله انا فخورة يعني بكده، بس ده يعني هو بيبقى حظ، بس في نفس الوقت بعد كده اجتهاد منك وشطارة طبعا اكيد. لا بس بتبقى مسؤولية بعد كده. طبعا اصل لما يعني طب هشتغل هعمل ايه يعني، ما هو مش دايما يجي هلاقي الفرص دي دايما يعني. لازم انا شايفه ان كل سنه لازم يثبت نفسه، ولو ما عملتش خطوه لقدام كانك بترجع ورا طبعا، لانه في ناس تانية بتعمل خطوه قدام وانت مكانك يعني. فان انت تخلفت عن السباق تخلق يعني. بالظبط. فانه كل سنه تبقى في خطوه دي صعبه، مش سهله طبعا. انت خريجه ايه يا دره في تونس اصلا؟ علوم سياسيه. علوم سياسية. انا يعني عاملة ماسترز كمان علوم سياسية. وليكي في السياسة وبتاع كده ولا دراسة بس؟ والله هي دراسة اكتر، وبعد كده بقى يعني طبعا الهم العام، الشأن العام طبعا اكيد. بس انا ما بقيتش احب ادخل في السياسة قوي يعني، ما بقتش احب احاول يعني. بتصادر على الاسئله اللي انا هقولها لك يعني؟ لا لا قول لي، اسال اللي انت عايزه. لا 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 انا عايز بس يعني، اصل انت علوم سياسيه وتونسيه، واكيد ثوره الياسمين في تونس اكيد يعني كنت معاها بقلبك وبروحك طبعا. وحاجات بالشكل ده، شايفه الوضع ازاي دلوقتي في الوطن العربي بعد ثورات الربيع العربي؟ هو في كلمتين، مع طبعا احترامي لحضرتك. لا اتفضلي. كلمتين حضرتك ذكرتهم انا مش بحبهم قوي يعني، مش متفقه معاهم قوي. الربيع العربي والياسمين يعني، عشان يعني انا شايفه ان ده بيدي صوره كده يعني ورديه قوي للموضوع ورومانسيه قوي للموضوع. تمام. وهو يمكن يعني الموضوع فيه دم اكتر وفيه تضحيات اكتر وفيه شهداء لازم ما ننساهمش. يعني انت معترضه على التسميه لكن مش معترضه على الثوره؟ لا مش معترضه على الثوره، لا معترضه على التسميه. تمام. التسميه دي اصلها جت من بره، ما جتش من عندنا. انا عارف يعني احنا ما عملنا لما اتعملت الثوره في تونس او في مصر او بعد كده في ليبيا، الناس اللي عملوا الثوره نفسهم ما سموهاش الربيع العربي. اللي سماها الربيع العربي الغرب يعني. لما جم يحللوا قال لك يعني لو برانتون اغاب يعني الربيع العربي. وهم برضو سموها ثوره الياسمين، جه الاسم بعد كده عشان تونس بلد الياسمين وكده فتسمت الاسم ده. بس انا شايفه الواقع اصله اصعب من كده بكتير. الواقع يعني اصعب، بس لازم نقول يعني في التاريخ يقول ان ثورات ما حدثت يعني عدد الضحايا مع عظيم احترامنا للدم العربي الذي اسيله للشباب هو اقل بكثير جدا جدا مما حدث مثلا في الثوره الفرنسيه. لا طبعا اقل يعني الثورات عموما عدد ضحاياها كبير. اكيد انا تعتبر مش يعني بس عشان يعني طبعا فلما بنقول ثوره الياسمين لانها بلد الياسمين طبعا، لكن 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 والشباب اللي مات هو ياسمين، واخد بالك يعني؟ أكيد. هو ده التسمية. لكن على فكرة ياسمين دي اكتر وردة واكتر ريحة بحبها. أيوة. فانا بالعكس يعني، ودايما فكرة الياسمين دايما في اي بيت تونسي لازم تلاقي فيه ياسمينة يعني. لا هو انا مش بتكلم في كده، ومش بتكلم كمان في ضحايا الثورة، انا بتكلم في ما بعد. انت شايفة ان احنا انا شايفة ان الأمال. لا لم نحقق الامال اللي كانت. وفي امل نحققها ولا مفيش؟ والله صعب ان انا ارد على السؤال ده بصراحة يعني. عشان كده انا ما بقيتش اصل اي حد دلوقتي يقول انه فاهم كل حاجة بتحصل. لا مفيش يبقى حد. مش يعني لا. سواء دارس او مش دارس او اصل احنا بندرس نظريات في الاخر. فاهم. بس تطبيع على الواقع اللي حصل ده ملوش يعني، حتى في حاجات حصلت ملهاش تصنيف معين، هي تصنيفها يختلط بين يعني فاهم قصدي بين نظريات مختلفة. بين نظريات مختلفة. مش تقولي ده كذا او ده كذا. بالظبط. في ارتباك في ارتباك شوية في المشهد. وخصوصا بقى يعني لو سوريا واللي بيحصل دلوقتي في العراق واللي بيحصل في يعني الوطن العربي مش هنقدر نكذب على نفسنا ونقول احنا مبسوطين. لا لا هي مش فكرة مبسوطين، بس احنا لازم نبقى فاهمين، والناس كلها لازم تبقى فاهمة ان اي حالة ثورية بينتج عنها نوع من انواع الحالة السائلة في اي بلد بيحصل فيها ثورة، وبالتالي القوة اللي بره
اللي بيهمها الهيمنة، هي لازم تستغل هذه الحالة السائلة، وهي شطارة اي شعب انه لا يقبل ان يتم استغلاله طبعا على فكرة. وده اللي حصل في مصر، يعني احنا لما نزلنا في 30 احنا رفضنا ان يتم استغلال الشعب المصري وان احنا نتحول الى بلد تتقسم بالزبط. علشان كده طلعنا يوم 30 يونيو. وانا مؤمن تماما الشعب التونسي المثقف جدا واللي التعليم فيه عالي قوي وشعب متحضر جدا، الشعب التونسي من الشعوب العربية المتحضرة قوي، يعني سوف ينتصر انا اجلا او عاجلا. وانتوا الشعر بتاعكم العظيم قال اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد للقيد ان ينكسر، لا بد للشعب ان ينتصر، ولا بد للصحه اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد للليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. بالظبط كده، فانت اللي قلته كده طبعا. ابو القاسم الشابي العظيم يعني. لا طبعا، هو احنا مؤمنين بالفكره دي دايما، بس هو الشعب لازم يبقى شعب يعني متكاتف يعني. هو التقسيمات دي اللي بتحصل، او احنا ممكن نختلف في الاراء جدا طبعًا. ممكن نختلف مع بعض، مش لازم نبقى لينا راي واحد، بالعكس. بس وكل الدول وكل الديمقراطيات وكل الدول الاوروبيه في اختلاف في وجهات النظر، يعني حتى في بيت واحد، بس لازم نحترم ده، نتعود ان احنا نتعايش مع ده، نحترم هذا الاختلاف. بالظبط. معانا مين على التليفون؟ وسام. يا وسام. الو. اهلا يا وسام. مساء الخير. مساء الخير. صوتها صغير كده، صغننه. ممكن اتكلم من بره؟ ايوه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 25. 25 بس صوتك اصغر يعني. ازيك يا وسام؟ انا مبسوطه جدا ان انا شايفاكي. ماشي. بجد انت فنانه تجنني تجنني. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك، شكرا. ميرسي. منورانا يا وسام. عايزه تسالي دور اي اسئله؟ انا بس عاوزه اسالها يعني انا نفسي تعمل دور، بس يعني هو انا مش عارفه الدور اللي هي اللي نفسي فيه اشوفها فيه، بس انا متاكده ان اي دور انت هتعمليه هتطلعي ممتازه ممتازه ممتازه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب انت ايه الدور اللي نفسك اعمله يعني؟ سجن النساء اولا عاوزه احييكي عليه، تحفه. ميرسي. بجد كان دورك رائع فيه. شكرا. ميرسي. ميرسي يا وسام، نورتينا. مين معانا تاني؟ يا رب. معانا هاني. يا هاني. الو. ايوه يا استاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام. والنبي انا بقدم لك تحيات كل اهل محافظه الشرقيه. الله يخليك، لكل عائله ابدع ناس يعني. تحياتي ليك والفنانه المحترمه الجميله دره. الله يخليك، وعايزين عزومه كده شراوه كرمه. ربنا يكرمك، انت اللي راجل كلك كرم. الله يخليك يا استاذ، اتفضل يا حبيبي. معاك الاستاذه دره لو عايز تسالها على اي حاجه. والله انا عايز، مش عايز اسالها بقى، انا عايز اقول حاجه كده لوجه الله. اتفضل. انا حتى هذه اللحظه مش مصدق انها مش مصريه. انا حاسس انها اختنا و ربنا ومن تراب ومن طين مصر الاصيل. ميرسي والله، وربنا يخليك. وانتوا اخواتي كلكم، انا حاسه ان انا المدام عندي بنحبها جدا، وبتشبهها كده ببدايات سيدة الشاشة فات الحمامة. الله. يا سلام. الله. ده النهارده الجمهور عامل معاك راجل جامد قوي. اعتز بيه. حب الناس ده احلى حاجه في الدنيا. احلى حاجه في الدنيا والله. ميرسي يا استاذنا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك وسلم لي على المدام جدا. تحياتي لكل اهل الشرقيه. انت عملتي مع مصطفى شعبان كم مسلسل؟ ثلاث مسلسلات. ايه بقى الدويت بينك وبين مصطفى شعبان؟ ودي عايز اقول لك من المسلسلات اللي هي اللي دخلتني البيوت كده قوي يعني. عشان كده الناس يمكن يعني بيحسوا ان انا اختهم بنتهم يعني. عملت معاه مزاج الخير؟ عملت اخر عمل كان مزاج الخير. وكان السنه اللي فاتت، وعملت زوجة الرابعه والعار. العار كان اول عمل. والله احنا لما عملنا مسلسل العار نجح المسلسل جدا. جدا. وحقق نجاح جماهيري، والكابل اللي عملناه الثنائي اللي عملناه يعني الناس حبته قوي يعني، مختار وسماح دول وقصة الحب ما بينهم. وكان طبعا تعرف فيلم العار كانت هي شخصية رؤى، بس احنا غيرنا طبعا المسلسل. تمام. كان مختلف. تمام. شوية. وكانت سماح اللي كانت عاملاها الفنانة نورة، اللي كانت عاملاها الفنانة الجميلة نورة. نورة. طبعا. فالبنت التركيبة دي اللي هي الطيبة الجدعة. الزوجة المخلصة. ده بتحس كل المصريين، شبه كل الستات المصريين طبعا. بالظبط.
فكانت بجد يعني الناس تعاطفت معاها قوي وحبتها وصدقتها وده يعني كان احلى حاجه. وبصراحه هو طبعا كمان مصطفى كان عامل دور كانت نقله لي مسلسل العار كان نجم طبعا ساعتها وكل حاجه بس كان بس نقله الدور لي نفسه نقلة. الدور نفسه كمان خلاه لي مكانه كده في البيوت قوي مع الناس وليه شعبيه كبيره وبقت اللازمات بتاعته بتتقال اللي بيقولها بتتقال طول الوقت وعمل برضو يعني كاركتر كان جديد عليه ساعتها وبعد كده طبعا يعني استثمر النجاح ده في في زوجة الرابعة وفي مزاج الخير واللي بعد كده احنا معانا على الاستاذ الممثل فنان ايمن انديل توامي باشا. ايه ده دي مفاجأة. استاذ ايمن يا استاذ ايمن. الو الو يا استاذ ازي حضرتك. الله يخليك يا دكتور كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وسعادتك طيب يا حبيبي ومنور كده في الاعمال التلفزيونيه يا رب يخليك وداخل كل البيوت والناس كلها بتحبك والله. ازيك يا عصام؟ يا رب. قلت لك ده عصام ده السيم ولا اسم الدور اللي كان عصام بيشتغل. ده اسم الدور في ذكر النساء طبعا هي اللي لعبتها. انا بس بتصل عشان انا ما عيدتش على نجمتي المحبوبه دره في العيد. ربنا يخليك كل سنه وانت كل طيب. سنة وانت طيبه حبيبتي والحمد لله على سلامتك لان كنت عارف انك في تونس. الله الحمد لله على السلامه ان انا خلصت تصوير يا دكتور قبل رمضان. الدور بتاعي فما لحقتهمش بقى في رمضان اعيد عليها. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا حبيبي ودايما كده متألق ومنور وبتخش البيوت كده ليك طلة وهلا. عايز اقول لك ان هو فنان تلقائي جدا يعني ممثل مختلف عن تركيبة الممثلين اللي هو وبعدين انا التمثيل معاه سهل وصعب في نفس الوقت. شكرا يا استاذ ايمن. هو يعني ميرسي يعني التمثيل معاه يعني سهل ان هو تلقائي وصعب لان انا عايز اضحك طول الوقت. ما هو كمان بيقول حاجات من عنده. انا لما بشوف ببقى عايز اضحك. هو مثل وطبعا هو بيرتجل بيرتجل كتير يعني هو مثل معايا في الدعايه كان بيرتجل حاجات كتير جدا من عنده وكان هايل يعني بالظبط بيرتجل وبيفهم كده الموضوع على بعضه وبيفهم الدور والشخصيه وبيروح قايل حاجات يعني ما هو كل شويه ربنا يبعت لنا حد كده يعني ايه يروح بجد يعني انت عارفه تحس ان المسلسلات او الاعمال الفنيه اللي بيشتغل فيها استاذ ايمن زي الحاجات اللي كان بيشتغل فيها وحيد سيف عبد المنعم يعني في ناس كده تحس ان لهم بيدوا طعم للاعمال اللي بيشتغلوها. صح مظبوط. احنا معانا مين يا رشا؟ رشا قطعت. هنستناك يا رشا تكلمينا. انت وشك حلو على الاعمال اللي بتشتغليها. كل الاعمال اللي بتشتغليها بسم الله ما شاء الله يعني بتلاقي النجاح الحمد لله. فده يعني من ده طبعا من عند ربنا يعني طبعا. انت حريصه كل سنه ان انت في رمضان يبقى ليكي عمل؟ يعني الى حد كبير يعني لغايه دلوقتي من ساعه انا ابتديت الاول سينما اكتر بعد كده من ساعه ما عملت خاص جدا كان اول حاجه مع استاذه يسرى يعني اللي هي خاص جدا النجمه الجميله. انا يعني مش بقول والله جميله كتير لا بس انا بس بموت فيها وهي عارفه يعني وكلنا يسرى مصر كلها العالم العربي كله بيحبها طبعا يعني. طبعا ليها مكانه خاصه ونجمه مميزه جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني برضه عشان الناس تبقى فاهمه جدا عشان كده بقول لك هو يعني ما تقدرش تفرق بين المستوى الفني والانساني على فكره هم الحقيقه انه انا زي بكتشف زي ما كنت بتقولي على يوسف شاهين على فكره بالظبط بكتشف دايما الناس اللي باين فيهم رقي فني وان هم فنانين بجد لازم يبقوا انسانيا متميزين يعني يبقوا حلو. ابتديت بخاص جدا ثم ثم بقى العار ومن ساعتها كل سنة بيبقى ليا عمل أو عملين والحمد لله يعني بعد كده الريان وآدم والزوجة الرابعة وزي الورد وموجة حارة ومزاج الخير والسنة دي سجن النساء وصديق العمر يعني. فهو وجودي في رمضان خلاص حتى الناس لما بتشوفني أو بتقابلني طب السنة دي هنشوفك في إيه في رمضان أكتر من إنه هنشوف لك فيلم أو كده. طبعا مهم السينما بس يعني الدراما دلوقتي جوه البيوت طبعا غير انها جوه البيوت هي كمان الدراما تطورت جدا, يعني بقت افلام سينمائيه وبقت في مخرجين سينما بيشتغلوا فيها وفي كل يعني مديرين تصوير وممثلين فبقت هي عباره عن مجموعه من الافلام بتتعمل واحيانا بيكون فيها ابداع والله اكتر من افلام بتنزل طبعا يعني. سجن النساء ده يعني
يعني حاجة الحقيقة يعني ما أنا متهيألي ما شفتش من زمان فيلم بجمال سجن النساء كده. فعلا ده حقيقي وناس كتير قالت كده، وفعلا هو أنا أتخيل إنه لو كان سجن النساء فيلم سينمائي كان ممكن يدخل مهرجانات مهمة وياخد جوائز مهمة. يعني السؤال، قولي لي أنت في تونس بيقابلوك إزاي بعد طبعا الانتشار الكبير قوي ده؟ هل اختلف علاقتك بالتوانسة بالجمهور التونسي يعني طبعا قبل ما تيجي؟ والله عايز اقولك لا ما اختلفتش قوي، لان انا قبل ما اجي كنت عاملة اعمال ناجحة في تونس فكانوا هم عارفيني منها. يمكن دلوقتي طبعا الحمد لله في حب، في يعني بيقولوا لي احنا فخورين بيكي، في احيانا في اعمال بيتابعوها كويس، في اعمال ما بيشوفوهاش قوي. بس الاعمال اللي بتنجح يعني بتنجح كمان في تونس وبيحبوا قوي الشخصيات اللي بقدمها الحمد لله. بس دايما ليهم عتاب انه تكلمي تونسي تكلمي تونسي ليه تكلمي مصري، انا وانا بمثل مصريه يعني تيجي ازاي؟ لا مش في التمثيل، في البرامج مثلا وكده. في التمثيل طبعا ما ينفعش خالص طبعاً. بس في الحوار تيجي نكمل الحوار تونسي، نكمل الحوار تونسي. انا كنت هقول لك هكمل الحوار تونسي، انا مش نتكلم معاك تونسي توا اكيد انت مش تفهم يعني. لا لا هفهم ما تقلقيش. قولي لي اخبار الفن ايه في تونس في الايام دي؟ والله اخبار الفن يعني موجود ولكن بصفة اقل شوية يعني. يمكن فما مسلسلات في رمضان يعني تكون مسلسلين زوز مسلسلات او ثلاثة. لكن بالنسبة للافلام قليلة يعني مش الافلام مش باش. الانتاج السينمائي قل قوي مع ان تونس عملت افلام عظيمة، عصفور السطح طبعا سينما تونسية سينما عظيمة يعني. وحازت على جوائز مهمة وسينما هي سينما مهمة. ولكن الانتاج السينمائي عنده مشاكل في تونس لانه يعتمد دايما على الدولة وعلى وزارة الثقافة او على تمويل من فرنسا من او من كده. وده وبيبقاش يعني مش دايما متوفر. بذلك علاش ممكن نقول المسرح في تونس وانا بدايتي كانت في المسرح في تونس. المسرح هو انا نشوفه يعني هو رقم واحد مازال في تونس، مازال فما انتاج مسرحي مهم وكبير. وكل عام كل سنة يكون في مسرحيات ويكون في تنوع وجمهور. الجمهور التونسي يحب المسرح ويتابع المسرح. ممكن لانه المسرح مش مكلف قوي انتاجيا مش زي المسلسل او زي الفيلم او كده. بالظبط كده. ما انت بتتكلمي تونسي كويس اهو. ليه انا نحكي بتونسي انا؟ هو ده تونسي مبسط. انا قاعده نسهل لك شويه مش تفهم. انا دوب هنحط ساقي في تونس ايه يعني هنتكلم كان تونسي وفي تليفون مع اصحابي تونس وكل دي ما بتونسي يعني. يا بره بجد وان شاء الله تونس ترجع احلى من الاول. يعيشك ان شاء الله. وترجع السينما وترجع التلفزيون ويرجع كل حاجه لان احنا بنحب تونس وبنحب التوانسه زي ما بنحب كل البلاد العربيه. نورتينا واحنا نحبوكم برشا برشا والتوانسه يحبوا المصريين وديما احنا شعبين. حتى يعني الثورات اللي كنا نتكلموا عليها اثبتت انه احنا تونس ومصر مرتبطين ارتباط انساني وعضوي انساني. وحتى يعني يمكن اكثر ثورتين كانوا قريبين من بعض حتى زمانيا والاحداث واللي حصل بالزبط. اثناء وبعد نفس التطور يعني اقرب. لكن يمكن وضع ليبيا وسوريا مختلف شويه وايضا طبعا يعني فلسطين القضيه اللي دايما ان شاء الله في قلوبنا الكل يعني. هتبقى احسن ان شاء الله. وكما نتمنى احنا بنحارب بالفن ودي مهمتنا وان شاء الله هينتصر الفن وتنتصر الحياه. نورتينا يا دره يا رب. وان شاء الله السنه الجايه مسلسلات وافلام رائعه ناجحه زي ما احنا متعودين منها يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. تصبحوا على خير ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله 3-4-5 من 10 لـ1. استنونا او ما تستنوناش عشان انت حر.